مساء الخير بالجميع. اسمي زينة المقدم وأنا لبنانية مغتربة مقيمة بالكويت صار لي حوالي 30 سنة. بدي رحب بكل الأشخاص الحاضرين معنا اليوم بـ Let's Talk Elections ومع ضيوفنا من حزب تقدم. أنا عضو من أعضاء The Lebanese Diaspora Network ونحن مغتربين تركنا بلادنا لنقدر نحقق بعض من أحلامنا وطموحاتنا يلي للأسف ما قدرنا نحققها بوطننا. بس لبنان ضل بقلوبنا وكل سنة كنا نقول سنة الجاي إن شاء الله بيتحسن الوضع ومنرجع. بس الوضع كان كرماله عم بيسيء وكتار كانوا عم بيحذروا. ولما أخيراً انتفض الشعب وثار رجعولنا الأمل لقلنا المغتربين. ونحن The Lebanese Diaspora Network جمعتنا ثورة 17 تشرين فتعرفنا على بعض وبلشنا نشتغل سوا. ولما صارت أكبر جريمة بحق الإنسانية قدام عيوننا بـ4/8 إجا انفجار مرفق بيروت تيقوي من عزمنا تيخلي يلي ما بحياته اشتغل للبنان أو للسياسة يبلش يشتغل من كل قلب ورب. عحب بلدنا وطموحنا أنه نخلي لبنان لبنان أحلامنا، وطن السيادة والحرية والديمقراطية، لبنان العدالة والازدهار. نحن اجتمعنا، كتبنا الرؤية، وضعنا استراتيجيات، واليوم عم نشتغل كلنا مع بعض من جميع أنحاء العالم لخدمة وطننا لبنان. ليلي ما بيعرفنا ندعيكم تطلعوا على الويب سايت يلي رح نحطه بالتشات لتتعرفوا علينا شوي أكتر من خلال العقد الاجتماعي يلي بيسمح لكم كمان تنضموا لنا وتشتغلوا معنا. قبل ما نبلش جلستنا بحب ذكر بخمس نقاط مهمة. هيدي الجلسة رح تكون مسجلة، بتمنى ما يكون حدا عنده مانع. نتمنى من الكل يستخدم اسمه الكامل ومش النيك نيم بالزوم حتى يبين. لطرح الأسئلة يرجى كتابة السؤال بالتشات ونحن منطرحه على الضيوف. نتمنى عليكم تفادي النقاشات بالتشات، والتعبير عن الرأي بيكون بمسج واحد مكتوب بأسلوب واضح. Thank you. So now let's start. Let's talk elections. ومثل ما بيدل العنوان، التركيز من خلال حلقاتنا Let's talk elections هو على الانتخابات النيابية الجاي. ونحن كمغتربين لبنانية بحاجة نكون على اطلاع على التحضيرات ونتعرف على الأحزاب والمجموعات يلي عم تشتغل نحو التغيير. اليوم بيشرفني أقدم لكم حزب تقدم، حزب سياسي جديد انولد من ثورة 17 تشرين. ومعنا اليوم مارك داو، حسام العيد، جاك شعبان، ولوري هايتايان. حنبتدي حلقتنا ببرزنتيشن صغيرة حيقدمها مستر حسام عيد. معلش أنا أول شيء بس بدي أعرف ليلي ما بيعرفه لمستر حسام، بعتقد كلياتنا أكشلي بنعرفه بدون ما نعرفه واشتقنا له واشتقنا لقعدته لقهوته. مستر حسام هو صاحب علامة التجارية اللي كلياتنا بنعرفها ومنحبها إربانيستا، وهو ناشط سياسي ومبادر. So, نترك لك please, the floor is all yours. تعرفنا شوي على حزب تقدم. تفضل. Thank you, Zaina. Thank you very much. أكيد يعني أمنيتنا أنه كلكم ترجعوا على لبنان وترجعوا على إربانيستا وعلى غير إربانيستا and to enjoy back the Lebanese life يلي نحن كلنا طابحين لها ومنحبها. I'm going to share اسمه البرزنتيشن حضرناها بس هيك لنعطي فكرة عن تقدم شو أهم شغلة. إذا بتكون هاي الجملة يلي فضح نحن كيف بنفكر وكيف بنشتغل، وهي تقدم مستمر نحو حياة أفضل. برأينا الأحزاب الجديدة الناشئة بطريقة تفكيرها لازم دايما تكون عم تفكر بتقدم مستمر، لأنه طريقة الحياة وتركيبة الحياة وتغيراتها اليوم بتفرض علينا أنه دايما نتطور وأنه دايما نتقدم لقدام. وأكيد هدفنا السامي واللي أهم شيء عنا إياه يلي هو دايما نطمح لحياة أفضل. التقينا نحن تقريبا قبل شوي من الثورة،
ولكن الثورة ساعدتنا أنه نقدر فعلاً نقتنع أنه لازم نأسس تقدم ولازم ننطلق فيه، لأنه 17 تشرين نوعاً ما إجت عملت نوع من كسر للمفهوم اللي كان قبل بالنسبة للأحزاب، وأنه هيدي الأحزاب شيء عاطل وشيء ممنيح وما لازم ننتمي لها وما لازم نكون جزء منها، لأنه بقناعتنا أنه الأحزاب جزء لا يتجزأ من الحياة السياسية، وأي تغيير أحد أدوات التغيير الكتير مهمة هي الأحزاب. ما في شك الأحزاب الموجودة اليوم على الساحة اللبنانية يلي نوعاً ما تحولت، بلشت يمكن كأحزاب، جزء منها تحول إلى ميليشيات بخلال الحرب، وظل من بعد الحرب كمان ظهر بنفس التفكير الميليشياوي، وهون اجت الحاجة انه نعمل حزب جديد مثلنا مثل غيرنا. نحن حزب ديمقراطي تقدمي اكيد بروجريسيف ان ذا نيو بروجريسيف ثينكينج اللي عم تصير بالعالم ككل. في كتير اليوم احزاب جديدة ومجموعات عم تخلق بالعالم واللي هي تقدمية اند بروجريسيف. اوف كورس نحن وي ار ان ذا سوشيال ديموكراتيك فريم، علماني من آمن بالدولة العلمانية، نشتغل للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وفينا أكيد نطلع على الأهداف التنمية المستدامة اللي أطلقتها الأمم المتحدة واللي بتغطي تقريباً فينا نقول 100% من القطاعات والأشياء اللي تشتغل على الحياة وعلى الإنسان وعلى طريقة عيشه. فإذا أحد الأهداف المهمة يلي هي نحن بالنسبة لنا هو أكيد قيام الدولة المدنية الضامنة لحقوق مواطنيها، بناء الثقة بالعمل السياسي، وهذا فسرني هلا وكثير مهم الحزبي، لتمكين مواطنة مسؤولة، لأن رأينا نحن المواطن هو بالأساس هو المسؤول، ومن خلال المواطن المسؤول فينا نحن نحدث تغيير جذري بالتركيبة الموجودة، التشجيع على العمل التشاركي والتضامني، وأكيد نشر ثقافة الديمقراطية الشفافية يلي منفتقد لها كتير بلبنان، العدالة الاجتماعية، المساواة يلي كمان نوعا ما منا موجودة، سواء كان مساواة جندرية أو مساواة جنسية أو مساواة فكرية، وأخيرا يلي هلأ اليوم هاي الشغلة عم تأثر على حياتنا اليومية هو الوعي البيئي. سوري لحظة، بعد في بس سلايد واحد، خليكم معي دقيقة، صار في غلط. أوكي، بهذا الوقت لح أطرح سؤال نسأل بالتشات من مستر مازن فياض. أدي عدد المنتسبين للحزب ومين بأيدكم ومناصر لكم من مجموعات الثورة؟ إذا بحب حدا يرد على هذا السؤال عبين ما مستر حسام يرجع يحط. إذا مارك في جواب لأطلع أنا أكون حضرت بس السلايد الأخير. يلا. أوكي. أول شيء thank you لاستقبالنا وشكرا كتير لكل اللي حضروا. مازن كيفك؟ بتصور متلاقين من قبل. فعدد المنتسبين بالحزب هو أقل من 50 هلأ، ويلي بيناصرنا أيدنا من مجموعات الثورة هن أكترية الناس اللي بنشتغل معهم، إن كان من مجموعات مثل لقاء تشرين والعامية وربلز وغيرهم اللي بنشتغل نحن وياهم، أو يلي على تواصل معهم بالمناطق يلي نحن فعلين أكتر، يعني خاصة على صعيد الجبل، نشتغل على صعيد الجبل من خلال ثورة الجبل مع عدد من الأشخاص، بالإضافة لفي تواصل سمير معنا فرح من الشمال، كمان في تشبيك مع مجموعات من الشمال بيحضروا لقاءات لينسقوا هذه التحركات، وبتصور في عدد من النشاطات إن كان بالنقابات البديلة أو غيره يلي فايت جات شعبان من ضمن اختصاصه فيها بشكل أساسي. فالعمل عم بيصير على أكثر من صعيد، إن كان على صعيد المجموعات أو إن كان على الصعيد يلي عم تنخرط فيه المجموعات كلها مع بعضها. وهون بحب كمان أكثر شيء ركز على أنه
غير عدد من المجموعات يلي في توافق سياسي كتير كبير نحن وياهم. في عمل دائم صار خلال السنة الماضية على تشكيل لقاءات وجبهات سياسية ضمتنا إلى جانب عدد كبير مثل بيروت مدينة وتحالف وطني ولحقي وكتل الوطنية ومن تشرين وغيرهم. اشتغلنا نحن وياهم على فترة كتير طويلة بهذا الموضوع. جزء كان بمساهمة إطلاق مشروع الحكومة البديلة بوقتها بساحة الشهداء بهذه المساهمة. نحن ما وقعنا على البيان، إنما كنا عم نشتغل نحن وياهم عليه. وبعدين بكل الأعمال الثانية على تواصل مع تقريباً معظم المجموعات الموجودة. فما بعرف إذا جاوبت على السؤال. Thank you. حسام؟ Yes. Yes, sorry, بعتذر بس صار في غلط بين فايلين زورونا. فإذا تركيبة الحزب يلي هيدي كان آخر سلايد نحكي عنها، أكيد نحن عنا هيئة عامة، بعدين عنا مجموعات قضايا يلي بتتعاطى بقضايا معينة، سواء كان مثل قضية الطاقة يلي موجودة، قضية البيئة، قضية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكيد كمان عنا مجموعات جغرافية. أي ثلاثة فيهم يجتمعوا ليأسسوا مجموعة، أكيد المجموعة بتصير تكبر، ما لازم يتخطى عدد الأشخاص للمجموعة 30 شخص على أن يتم إذا بدكم فرز مجموعات أخرى. ليصير هيك في دايما عم يقدر يشتغلوا العالم، مش أنه في نوع من ضغط. عنا المجلس التوجيهي، والشيء المفارق عنا بالمجلس التوجيهي هو أنه يعين بالقرعة وليس بالانتخاب، فهيدا بيعطي فرصة لأي عضو بالحزب انه يكون عنده الاوبورتونيتي او البوسيبيليتي او البروبابيليتي يكون موجود بهيدا المجلس. نص اعضائه بيتغيروا مرتين بالسنه، كمان هيدا عم يعطي اضافه انه يكون العالم عم تتغير وعم تشارك اكثر، وعم يساعدنا هيدا الشيء انه نخفف التبويط، او اذا بدكم يصير في مجموعات راكبه مع بعضها يلي هي هيدي شوي اختبرت بعدد كبير من الاحزاب. اكيد في عنا المجلس السياسي يلي هو البوليتيكال كونسل او البوليتيكال بيورو يلي بيشتغل معه فريق تنفيذي، وكمان في شيء مهم قدرنا خلقناه نحن بالحزب، هو مجلس استشاري ويضم اشخاص لا ينتمون بالحزب من مختلف القطاعات ومن مختلف اذا بدكم الوجود بالعالم او حتى الجنسيات او حتى الفيلد اوف ورك، وهدول بيكون عندهم دور استشاري للحزب، بيساعدوه بخلق بوليسيز معينه بتطوير وجوده. اكيد نحن اخر شغله حاحكيها انه اكيد حزب تقدم هدفه يتشكل من جميع اللبنانيين واللبنانيات أكيد كبداية، وإضافة إلى أشخاص غير لبنانيين أو غير لبنانيات من مختلف التوجهات، سواء كانت الفكرية، العلمية، الشغل، رجال أعمال، طلاب، مزارعين، مزارعات. يعني هذا هو الهدف تبعنا، نقدر نجمع من جميع المشارب، منا حزب إيديولوجي عم يفكر بطريقة معينة، وأكيد هدفنا نكون من لبنان وبلاد الاختراق. وشكرا جزيلا. يعطيك ألف عافية. Thank you so much. أوكي، بننتقل هلأ لمسيو مارك. مسيو مارك داو، مساء الخير. مساء النور. أوكي، خبرنا خبرنا أول شيء شوي عنك للي ما بيعرفوك، أوكي، وخبرنا على كيف اليوم وصلتوا لهون وشو تحضيرات تاريخكم للانتخابات يلي جاي. تفضل. أوكي. اسمي مارك داو، أنا مهنياً صرت معظم وقتي سياسي، إلى جانب السياسي بعلم بالأيو بي والأليو ميديا ستاديز، بنفس الوقت عندي شركة public relations بشتغل مع multinationals على reputation و crisis management. معظم نشاطاتي السياسية انطلقت من زمان كتير، ب97 بالأيو بي كنت أنا وجات شعبان لغرقوا معي بالقصة، ومن وقتها انخرطنا بعدد من النشاطات. بوقتها كان في حملة البلديات
شوي هيك رح لكم الريليفنت للانتخابات. انا بال98 كنت باللاذي مراقب انتخابي على اول بلديات بتنعمل بعد الحرب الاهليه، بال2000 مراقب على الانتخابات النيابيه اللي صارت مع اللاذي كمان، هيدا كنت بعبده. بال2003 عمل انتخابات فرعيه بين حكمة ديب، يعني تصور كلكم عرفتوا مين حكمة ديب، لسوء الحظ كنا بوقتها بعدنا محمسين ضد سيطرة النظام السوري، فنزلنا اشتغلنا لحكمة ديب يلي شفناه من كم يوم معقولة يا عبيان على التي في شي بجرس. هيدي الأول حملة انتخابية اشتغلت فيها. بعدين بال2004 كنت بالخيام بانتخابات بلدية كمان اللي عملت. بال2005 كنت بطرابلس بحملة الانتخابات النيابية اللي انعملت على صعيد دائرة الشمال الأولى. بعدين بال2009 انتخابات نيابية ببعبدة مرة تانية، كمان ما اشتغلت مع أحد المرشحين. بال2010 انتخابات بلدية مرة تانية. بعدين بتصور بتعرفوا مصر في انتخابات لل2013 ترشحت عن انتخابات النيابية عن مقعد بعلي، لغوا الانتخابات بال13، هنيك تعرفت على لوري بلشنا الشغل سوا، وبوقتها بلشنا نخوض بعض المعارك على مطمر النعمة والقضايا المحلية بقضاء علي بشكل خاص وشغل على عين دارة والكسرات. وراها بال2014 رجعوا أجلوا الانتخابات مرة تانية. بال2016 جاد أطلق بيروت مدينتي، انخرطنا معه والحقناه بهيدا المشروع الضخم، وكمان اشتغلت ببعض البلديات منها شويفات والبساتين وبعض المناطق بقضاء علي اللي كنا صرنا نشتغل ضمنها. وبعدين بال2018 بتصور لوري كانت مرشحة ببيروت الدائرة الأولى الأشرفية، جاد واز مانجينج الكامبين بيشوفوا علي، وأنا كنت مرشح بكامبين بيشوفوا علي. فهيدي تجربتي الانتخابية very briefly بتصور عرفت عن كتير منيح. لكن في عندك very extensive history بالانتخابات، أكيد تعلمنا كتير من الانتخابات الماضية. شو الاستراتيجية والشغل يلي عم تنحط للانتخابات الجاي حتى نتأكد إنه عن جد مش بس عم نشتغل على التغيير، لح نشوف تغيير؟ تفضل. أوكي. أنا يعني خلاصة التجربة يلي عملناها بأكثر من حالة، هلأ بترك جاد يمكن يحكي أكثر كمان عن خلاصات تجربة بيروت مدينتي يلي جابت بوقتها 40% من الناخبين ضد كل أحزاب السلطة على نظام أكثر. نحن التجربة اللي عملناها بال2018 كان على قانون نسبي ولواية، فبكلياتهم في بيسكس موجودين صرنا معول عليهم. فأنا اليوم رح جرب لخص، لأنه كلياتنا سوا كلبنانية عم نجرب نشوف كيف نخلص من هذه المنظومة يلي مطربة الدنيا علينا، وإذا ما قدرنا نقبعهم من السلطة ونشكل معارضة حقيقية قادرة أن تنافسهم على كل الصعد بالمجتمع ما رح نقدر نحقق نتيجة. اليوم المجلس النيابي بحد ذاته منه هو كله الخلاص، هيدا المنظومة الموجودة هي أخطبوط متمدد بالنقابات وبالجامعات وبالبلديات وبالهيئات وبالأنظمة بالأجهزة الأمنية وبكل شيء تاني. فاليوم نحن لما نجي بدنا نربح انتخابات، أو لما نجي نقول نحن بدنا نستعيد الدولة، يعني بدنا نستعيد قرار الدولة وبدنا نقدر نطبق سياسات ونحاسب ناس ونقدر نحسن بالبلد حقيقة، نحن لازم نكون عم نبني أكثر من حملة انتخابية، لأنه من تنافس ديمقراطي تعالوا نعمل حملة إذا نحن ربحنا بنقدر نحكم لأنه النظام بيسمح لنا. نحن لو ربحنا 90 مقعد ممكن ما يسمحوا لنا نحكم، لأنه حزب الله حامل سلاحه علينا والشباب مسيطرين على المصرف المركزي والأجهزة الأمنية بدها تضل تخروقنا إلى آخره. فكرمال هيك يلي بدي جرب أقوله، نقطة التحول الأساسية يلي لازم كلياتنا نكون عم نشتغل عليها هي إنه نقدر نبني حالة حقيقية موجودة ضمن النسيج الاجتماعي تبع كل اللبنانيين. النسيج الاجتماعي يعني هو من الجمعيات بالضياع للمخاتير للناس اللي بتنشط على مشاريع بيئية، لا small medium enterprises ولجان التجار، للطلاب، للنقابات المعلمين والأساتذة. اليوم إذا نحن قدرنا نخلق حالة تنتمي سياسيا لمشروع واضح وعارفين هي شو بدها وعارفين هي ضد مين،
مش مضيعة هيدا معنا وهيدا ضدنا ولا ما عليه حزب الله يضلوا على سلاحه، لا ما عليه هيدا منقبل فيه وهيدا لا بعد شوي، وليه ما بيجوا القوات معنا ما عليه ما هن هلأ ضد حزب الله خلينا نفوتهم معنا. المهم يعني يلي بيضل يعمل تسويات ليمغط المغايطة ليساعي الكل ما رح يوصل لمحل. وهيدي كانت تجربة انتخابات 2018. تجربة انتخابات 2018 ومازن عم يسألني عنها، وكل الناس دايما بالمنطقة وبتصور مازن من المنطقة، عم بقدر بتغان إذا مني غلطان صح مازن؟ عظيم. فكل الناس بالمنطقة شافوا انتخابات 2018 بشوفوا عليه بتحرقس أكتر من محلات تانية فعليا، لأنه شوفوا عليه جابت نسبة أعلى من أي منطقة تانية، جابت تقريبا 7.5% بتوتل عدد الأصوات، بينما كل المناطق التانية اللي كان فيها ليستين أو أمرار ثلاثة أو أربعة ما كانت حتى عم توصل للثلاثة بالمئة. يعني لوائح تحالف كلنا وطني على كل لبنان جابت تقريبا 2% من كل الناخبين، كل المستقلين خارج السلطة جابوا 3.9%. المشكلة الأساسية كانت هون، إنه ليه جبنا نحن هالقد أرقام واطية؟ جبنا أرقام واطية لأنه نحن منا جزء من النسيج الاجتماعي، والناس ما فهمت شو مشروعنا السياسي. لما رحنا جينا نخوض الانتخابات، حدا مثلي كان عم يشتغل له من 2013 و14 على الأرض، عم ندق على أبواب، عم نفوت على البيوت، نشتغل على تسكير مطمر الناعمة، بنرجع بنطلع بنزرع شجر بمحل تاني، بنرجع بنطلع ظاهر على عين دارة، نرجع مننزل بنعمل طلعة رحلتكم بال2015، نرجع منخوض معارك بلدية بال2016، هول بيبنوا شبكة. فنحن يلي بحاجة له اليوم هو التالي لنقدر ننجح، وهي عن تجربة يعني على الأقل تعلمته أنا من التجربة. كتير ضروري يكون في عنا مشروع سياسي بالأول، وهذا المشروع السياسي يفهمه الناس إذا هني معنا ولا ضدنا. لأنه كتير سهل مثل بيروت مدينتي والتجربة قبل أنه نحن نصوت لا المعارضة بس كرهن بهوديك، بس نحن ما بنعرف مين المعارضة وإذا وصلوا إذا ممكن حتى يعملوا نتيجة ولا لا. فكتير مهم نعرف لمين عم نصوت، وأي حدا مننا نصوت له مننا نكون كتير مقتنعين فيهم. هاي الطريقة الوحيدة عن جد نتحول من 3% ل 30%. الثورة عطتنا هيدا الأمبريلا الكبيرة وقلت لنا اليوم صار فيكم تاخدوا 60% لأنه صاروا عم يسمعوا، بس مش يعني من كل الموجودين اليوم بهيدا التوك يمكن في 10% منهم بمجموعات سياسية أو بيشتغلوا بطريقة منظمة. فنوصل نحن أول شيء كتير مهم نعرف مع مين عم نشتغل. والسبب الأساسي سألت دانيا إنه ليه مش كلهم قدروا يشتغلوا مع بعض وكذا، لأنه في فروقات أساسية شو بدنا نعمل بالبلد. الفروقات الأساسية هي تقريباً 3 أو 4 نقاط. أول نقطة مواقف الناس من كيف منتعاطى مع سلاح حزب الله وعلاقته بالدولة. تاني شيء كيف منتعاطى بالسياسة الخارجية إن كان بالمحاور أو علاقتنا بالغرب أو بالآي ام اف أو الدول العربية. تالت شغلة شو علاقتنا بالنظام، بدنا نظام الطائف والدستور وغيره ولا. رابع شيء الاقتصاد، في ناس بعدها بدها القطاع العام يوجه القطاع الخاص، وفي ناس بدها تروح على الخصخصة على الآخر. ففي نقاشات كبيرة اليوم بالاقتصاد وكيف بينعمل. خامسا في مسألة الحماية الاجتماعية social safety nets، شو الخدمات الأساسية اللي لازم تقدمهم للدولة وقديه لازم تساهم فيهم. هول عم بيعملوا فروقات كتير كبيرة بين المجموعات السياسية، ومن هون أنا عم بدعي الكل خطوة رقم واحد لنقدر نعمل مواجهة سياسية واضحة وكتير منيحة وتقدر تجيب 30% و40% و50% من الرأي العام اللبناني يفهم الرأي العام اللبناني نحن شو البروبوزل تبعنا السياسي بشكل كتير واضح. فديس وان. تاني شيء نحن عندنا مشكلة بالانتخابات، دايما عندنا مشكلة التنظيم. وهلا اي ثينك نحن يعني جاد ولوري رح يركزوا كتير، وحسام كمان كرمال ما اخذ من دربهم رح يركزوا كتير على الكونتنت للمشروع السياسي اللي نحن عم نحكي فيه وكيف نحن بنعمل ابروتش. انا رح احكي شوي تقني اكثر. فتاني شغله التقني بالتنظيم الانتخابي. بالتنظيم الانتخابي نحن اذا ما في اوريدي حضور وبيس موجود بالضياع بكل ضياع بمحل، يعني ما بنعمل زيارات. انا بيضحكوا علي الشباب
أنا بطلع بعزي وبزور وفوت بحكي مع الناس وكل الوقت طالع نازل نص وقتي بعلي، دايماً بحضر المناسبات، دايماً بتابع مع الناس، بكتب بوستس وبنزلهم على تويتر وعلى فيسبوك وعلى غيره عن قضايا العلاقة ببلدية بشمون اللي فرطت وبلدية حمال اللي مات رئيسها بالكورونا. يعني في شغل مع الناس وهيدا اسمه نسيج اجتماعي. يعني أنا بعرف بضيعة مازن في جمعية نسائية عملتها لارا شيا مرته لهشام شيا يلي عم بيساعدوا النساء يشتغلوا بالخياطة. بعرف إنه البلدية نصها رسلانية ونصها اشتراكية ودايماً بيعملوا في القاعة وشو السياسة تبعها وشو دور المشايخ بالموضوع. فاليوم كل هول السوشيال فابريك هذا النسيج الاجتماعي يلي بده يجي يقول هم أحزاب بديلة بدها تمثل الناس. إذا منا منخرطة بحياة الناس وحاسة بهمومها وعارفين كيف طبيعة حياتها، هيدا كتير مهم كيف العملية بدها تتم لاحقاً لنحنا نعمل الانخراط. فمن المعاصر تشرفنا. فالفكرة نحنا بدنا نجرب نعمله هو بالتنظيم. لازم يصير في تشبيك، لازم يكون في حضور بالحياة اليومية تبع الناس، ما نتحمل مسؤولية هيدا الشيء ونكون موجودين. بالإضافة بدنا نكون منخرطين بالقضايا اللي بتصير، يعني موازنة البلدية وترسيم اللي عم بيصير. يعني في تراجعات في أعمال البناء، في الماستر بلانينج، في التشجير، في حقوق المرأة، في العنف الأسري، في مسألة اللاجئين. اليوم هولي قضايا كتير أساسية في ضياع عندها مستوصفات مش قادرة تمشيها. كل اللي نحن عم نحكي عنه هون هيدا المدخل يلي عم يرجعوا يفوتوا منه الأحزاب لا يشرفتوا التأييد من الناس عليه. ما عم بقول نعمل خدمات، عم بقول الحد الأدنى إذا مش قادرين نخدم نكون موجودين لندافع عن الحق. هيدا المينيموم مينيموم مينيموم حد أدنى لنحن نشتغل سياسي ونقول بدنا نجيب 50%. تالت شغلة بمسألة البارت الأخير اللي بيجي لنربح انتخابات هو مين ننقي مرشحين وكيف نعمل الكامبين على أي مواضيع وأي قضايا. اليوم هيدا كله بيتقرر آخر 6 أشهر لـ9 أشهر يلي هو الببليك للفرونت أند تبع الحملة. كل هيدا اللي حكيت عنه هو البيس بيلدينج يلي لازم يصير هلأ بأسرع وقت ممكن ويبلشوا يشتغلوا. كل واحد لوكال ليدرشيب حابب يترشح لازم يطلع يشتغل هيدا الشغل، يكبر بيس، يعمل ناس أكتر حواليه يقدر يشتغل معهم هو أو هي لا يقدروا يطوروا ويعملوا شبكة. بعدين على الترشيحات دائما هيدا القانون الانتخابي الموجود هلأ بيعطي أفونتاجات لمقاعد على مقاعد تاني. يعني مثلا أنا بالدائرة اللي أنا فيها بشوفوا علي نحن لو شو ما نعمل إذا جبنا أول حاصل معروف أول حاصل بيطلع بالمارون الثالث هو اللي بيربح، تاني حاصل بيطلع بالكاثوليكي بشوف، ثالث حاصل ممكن يكون بالمارون الثاني أو بالأرثوذكسي بعلي. اليوم معروفين المقاعد أي الضعيف وأي الأقوى وأي الوراء. واحد مثلي أنا مثلا مرشح على المقعد الدرزي بعلي، علي عدد مقاعدها أقل من الشوف، كل الخروقات تقريبا بتطلع بالشوف، بالصدفة بيطلع بعلي. حدا مرشح على مقعد الطايفي يلي هي أكتر شيء بالدائرة، يعني درزي بعلي مثل حالتي، بيشتغل على التال أصوات للليحة بس ما في إمكانية يربح إلا إذا جاب أصوات تفضيلية أكتر بكتير من الباقيين. فاليوم إحنا بحاجة لمرشحين من نوعين، بدنا مرشحين كواليفايد بالمحل يلي بيربح، وبدنا مرشحين قادرين يشتغلوا بيعرفوا حالهم ما بيربحوا بس بيجيبوا حواصل وبيرفعوا اللوائح للوائح تربح. فاليوم نحن يلي عم نفتش عليهم لنعمل استراتيجية واضحة بالمرشحين هو هول الأنواع من المرشحين. آخر شيء الحملة، شو الموضوع وعلى أي توبك ما نركز، وكيف بمنطقة مقطوعة فيها المي والخدمات الأساسية ما نحكي، وبمنطقة تانية بتعتمد على السياحة شو بنحكي، ومنطقة ثالثة زراعية شو بنحكي، منطقة على حدود اللبنانية السورية وفيها تهريب شو بنحكي، منطقة قريبة من بيروت في قضايا بتعنيها بشكل تاني. So أنا برأيي in summary بدنا مشروع سياسي كتير واضح، وهلأ الشباب بيحكوا أكتر عن مقاربة التقدم بهذا الموضوع. تاني شيء بدنا تنظيم يقدر يخترق المجتمع ويكون عن جد موجود مع الناس وعم يشتغل معهم، مش بس بزبط لهم فكرة سياسية ومتوقع الناس تركض
وتمشي، إذا ما بيشوفونا ما بيوثقوا فينا. ثالث شغلة، بدنا مرشحين عارفين شو دورهم وواقعيين وعم بيشتغلوا على البيس يلي هن موجودين فيه ضمن فريق عمل وقادرين يخلقوا فريق عمل ليدعم كل هيدي اللوائح اللي بيشتغلوا فيها. وآخر شيء، بدنا حملات تكون عندها أكسس على الإعلام، تكون عندها قدرة على أنها تتحرك وتطرح القضايا الصح. أنا بقولكم بس من تجربتي أنا وجاد، آخر انتخابات 2018 نص البادجت بتروح على الميديا، لأنه التلفزيونات والإعلام اللبناني كله بيقبض مصاري ليعطي إير تايم. فهيدي بتلعب كتير دور كبير لأي حدا عم بيخطط ينخرط بهيدا المعترك. أنا يمكن طولت، وعادة اللي بيعرفني بيعرف إنه إذا ما بسحب لبكره، فأنا very sorry. Very interesting. خلينا ناخد كم سؤال من الشات بليز. في عنا نديم حداد سأل: How does Taqaddom, being a non-sectarian party, plan to navigate around the minefield of an alliance with Kataib? Kataib. بتحب مارك تجاوب على السؤال؟ ما إذا عم شوف إذا حدا بده من الشباب. جاد؟ I go ahead. Okay, when the question, sorry, okay, Nadim, how does Taqaddom being an Aksertaib around the minefield of an alliance with Kataib? It's very simple. اليوم people want results. ما جايين يعملوا الناس فحص دم. بالأخير, they want their country back. وبدهم دولتهم back. وهن متنعين بأنه أنا برأيي اليوم بلبنان, تاريخ لبنان بفرجينا ما حدا بيلغي حدا. حيلا حدا بيقدر يتحمل فورمال ريفورمست وكلير وما له علاقه بهيدي المنظومه وبيستقيل منها وبيواجهها وبيتحرك على اساسها وبيعمل مراجعه لتاريخه بكل النقاط يلي عم تنعمل وبيعمل تطوير يعني حتى باسم حزبه. هول الناس كلهم اللي عم بيعملوا هيدا الافورت, نحن بدنا ننتقل بلبنان لقدام. يعني كتير مهم نحن نوقف نغرق كل الوقت بكل هيدا الماضي اللي حاملينه عتافنا, ونحنا ما كنا بالحرب وما قتلنا. اليوم نحنا بدنا نطلع لوين رايحين, مش نضلنا عم نطلع من وين جايين, لانه نحنا هيدا البلد المحل اللي جايين منه ضلينا نطلع لورا 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 بنفس القيادات ونفس المشاريع وصلنا لمحل مسح البلد. نحنا بالتورنينج بوينت اليوم, هيدا التورنينج بوينت يلي مستعد يفصل عن المنظومة القديمة, عن المحاصصة والميثاقية والتسويات وكل هيدا محاصصة الاقتصادية وغيره. ونحن بتقديرنا حزب الكتائب وبعض القوى التانين اللي استقالت من الحكومات ومن المجلس النيابي وعم تخوض معارك واضحة بتموضوعها بنقابة المحامين وبمحلات تاني كتير, اليوم هولي كلياتهم نحن لازم نبني الشراكات لنبني national consensus, يعني توافق وطني جديد بين القوى التغييرية الحقيقية يلي بدها سيادة ويلي بدها تغيير ويلي بدها اقتصاد عادل لنقدر نشتغل. نحن برأينا كل ما نربح ناس أكثر, أشخاص ومجموعات سياسية وغيرهم على مشروع سياسي واضح, نقدر نوصل لمحل أنه نعمل نتيجة أفضل للبنان. لأنه بالأخير ناس ما رح يقولوا لنا برافو حكي يكون كتير حلو وينبسطوا فينا وتخلص هونيك, آخر النهار رح يقولوا لنا قدي بتربحوا, شو بتجيبوا, قدي بتحركوا, أي نقابة بتاخدوا, فيكم توقفوا قرار, قادرين تطلعوا على الإعلام, قادرين تتحركوا على هذا, قادرين تخترقوا هذا المجتمع وهذا المجتمع وهذا المجتمع وهذه المنطقة ولا لا. So نحن we are trying to build the assets and the alliances and the MOUs, التفاهمات السياسية يلي بتخلينا يكون عندنا منطق مشترك ومعيار واحد يلي بيتطبق على الكل اللي بدهم يشتغلوا سياسة. أوكي, في عنا سؤال من مسيو بول أبي, بيقول لحظة لأنه في أسئلة. بول أبي نصر؟ لا, مكتوب بول أبي. لا هو نصر. يا هلا يا أبي يونس. بس بالشغل I walked in through work, Paul Abbey عطيني, أنا بأمريكا. يا أهلا وسهلا فيك مسيو بول. Okay, so your question was, what is your stance on the National Rescue Initiative that the Beirut Bar Association proposed? Do you feel it is time to legalize the ثورة through syndicates, municipalities, education sector, etc.? Okay, I'm going to answer our part, but I think Jad should definitely answer the second part. Laury, بدك تحكي انت عن مبادرة ملحم خلف ونقابة المحامين؟ لا, Laury, انا بدي خليها للطاقة.
طيب حكينا عن خطة الطاقة، هلأ الأسئلة موجهة لألك مارك. Very quickly. الأسئلة كلها اشت عليك. بعدين مارك دبلوماسي أكثر، أنا بلا ما هلأ أشرح يعني تبين حقيقتي. بما يتعلق بالنقابات والسندكتس والمونسيباليتيز والإدوكيشن سيكتور، يعني جاد is definitely أول شيء the academic. He's worked in syndicates وعامل هلأ يبي professors عاملين faculty united. He will talk about all of that. وعم بيشتغل حتى alternatives financial صغير. فI leave that part till later and just answer the first part. أول جزء المبادرة الوطنية صار في حوار نحن مع ملحم خلف عند إطلاق المبادرة مع مجموعة من عدد من المجموعات الثانيين، وصار في نقاشات على أكثر من نقطة. نحن برأينا اليوم المشكلة الأساسية بلبنان هي ارتباط الفساد بالسلاح بالطائفية، ويلي عملت هيدي المبادرة حكت نوعا ما بالمحاسبة وتطبيق الدستور، ولكن كانت بعد عم تتفق يعني بعد عم تعتمد على القوى السياسية الموجودة حاليا، بالإضافة لأنها غيبت قسم كبير من اللي بيتعلق بالدفاع يلي هو حزب الله وسلاحه وتحييد لبنان عن الصراعات بالإقليم. فاليوم نحن اعتبرنا هذه المبادرة عم تجي كأنه بعدنا بال 1990. نحن مع أنه نعملوا هذا الجهد، ومنعرف أنه نقابة المحامين فيها تعددية سياسية ما بتحمل أكثر من هيك بالموقف السيادي والسياسي، ولكن اعتبرنا أنه هي تتعلق فقط بالنظام، ما عنده ولا بعد اقتصادي اجتماعي أكثر من التدقيق جنائي وبعض النقاط بالاقتصاد بس منا واضحة. سو بنعتبر المبادرة جيدة كمساهمة من النقابة، جيدة بالمقاربة تبعها، إنما ما بتغطي كل النقاط الجوهرية اللي بدنا إياهم خاصة بالاقتصاد، وتانياً فيما يتعلق بمسألة الدفاع عن لبنان وسيادته وحياده عن المحاور الإقليمية. So I'll keep it that brief. Laury, I don't think I was diplomatic, was I? طيب بعد رح ناخذ كم سؤال لك مارك. حكيت عن كيف بدك تفوت بنسيج المجتمع وتفوت بالنقابات وتفوت وتفوت، فبيسألك خلدون جمال all that you will do alone. أكيد لا خلدون، thank you for the question. وأنا حضرت التوك that you moderated كمان. لا we will not do it alone. كرمال هيك السؤال اللي إجا قبل يلي هو building coalitions. And I think نحنا we're very serious about doing that. We're very advanced in building coalitions. We currently are doing it. فاليوم نحنا كحزب مقتنعين ب أهمية التعاون مع الآخرين لينبنى تحالفات سياسية، بس أهم شيء تكون متجانسة سياسياً، يعني تحكي نفس اللغة واضحة، لأنه الناس لازم تشوف مشروع سياسي تقتنع فيه on all levels. ما فينا نجي نجيب حداً extreme left مع extreme right نحطهم مع بعض بس أنه إذا جمعنا أعداد بنربح. الأعداد كل المجموعات مجموعة فوق بعضها ما بتربح، لأنه منا بقصة أداء أعضاء المجموعات. اليوم في رأي عام كتير كبير برات المجموعات الحزبية نحن بنعرف حالنا، حجمنا هالقد، منأثر بهالقد بهالمنطقة بهالمنطقة وفي هالمقعد وهالمقعد اللي بنقدر نشتغل عليهم، ما موزعين شخطنا. فأنا I think اليوم الحقيقة challenge علينا كلياتنا كناس politically active هو إنه كيف فينا نربح 50% من الرأي العام اللبناني. الطريقة الوحيدة هو إنه نعطيهم hope ونعطيهم trust in a political program that is very clear on the fundamental issues. على كل القضايا الأساسية بالبلد واضح شو موقفنا وعشو عم نجرب نشتغل. إذا ما نجحنا نعمل هذا الشيء ما بيمشي. لنقدر نعمل هذا الشيء نحن بحاجة ل resources يلي هن بشر، نحن بحاجة ل clarity على الريتوريك، ونحن بحاجة ل organization لنقدر نعملها. تقدم لحاله ما بيقدر يعملها، فنحن أخدين قرار استراتيجي ومصوتين داخليا through a general assembly على قرار إنشاء تحالفات سياسية. هيدي التحالفات مش يعني عم ندمج مع الباقيين، نحن ما رح ندمج مع الكتائب، نحن عم نعمل political action معهم ومع طبعا قوى تانية نواب مستقلين ورابلز ولقاء تشرين والعمية وعدوا الباقيين، هول كلهم عم نشتغل نحن وياهم لنقدر، وخط أحمر عدتوا مع داني الجر والباقيين، عم نجرب نشتغل مع كل هيدي القوى ليكون في عنا حضور سياسي جدي
قادر يقنع الناس وعنده لغة سياسية مشتركة، يعني مشروع واضح. Perfect. طيب رح أسألك هلأ آخر سؤال لك لأنه هو موجه لحضرتك، بعدين رح ننتقل للوري وباقي الأسئلة حنوجههم للوري من بعد ما نعطيها الفلور. So آخر سؤال من مازن فياض again، بيقول لك أنا ما بدي أرجع للماضي بس مضطر، بنطر مايك احكي عن يلي صار بال2018 ومساهمتك بانقسام لائحة المجتمع المدني، هل ممكن يتكرر هالموضوع بالانتخابات القادمة إذا ما توافقوا عليك كمرشح للانتخابات، أم لح تتعلم من أخطاء الماضي ولح نصلحها؟ أكيد كلنا رح نتعلم من الأخطاء، ومازن لأنه بيصوت بالمنطقة وبيعرف الأرقام بيعرف كلنا رح نجيب نايب لو توحدت اللوائح، فبدي أعتذر منه كمان أنا لأنه كلياتنا أحبطنا بهذه العملية، خاصة لحدا حط 5-6 سنين بالتحضير للانتخابات وبالأخير ما بيطلع نايب وعم بيفوت بالليستة وعم يشتغل. التفاصيل اللي صارت هو فعليا يعني بهذه المعركة بالذات، تعرفوا في أحزاب جديدة هيك بتخلق وفجأة بصير عندها مرشحين وفجأة بتصير بتفرض حالة، خاصة على المقاعد اللي بتربح مثل المقعد الماروني بشوف بهيدي الدائرة. فما ننغش انه نحن كمان اذا ما كنا منظمين وواضحين بكل سهولة في هيك ينبت شي شغلة كده مهضومة وتجي لتجرفنا كلياتنا. بلس كتير مهم نحن نعرف انه معركتنا منا على مقعد ومقعدين، مش هول اللي بغيروا البلد، معركتنا على مشروع سياسي. فلما نحن نكون بلوائح انتخابية منا مقتنعين فيها منكون عم نأذي مشروعنا أكثر مما عم نفيده. فأنا اليوم أكيد من دون أي شك تجربتي من 2018 بتعلم أنه نحن لازم يكون عندنا لوائح موحدة على مشروع سياسي، وهيدي اللوائح الموحدة على مشروع سياسي هي الوحيدة اللي بتقدر تجيب 40-50% من الناخبين. لو جبنا ناس متناقضين حطيناهم مع بعض مثل ما صار بأكثر من دائرة ما بيجيبوا أكثر من 3-4%، وإذا دوبلناهم بيجيبوا 10-15% منه كافي لنقلب الطاولة بلبنان. فنحن بحاجة لهذه المشاريع، وأنا برأيي طالما تنظمنا بأحزاب وصار في structures، يعني انتخابات 2018 بتصور مازن بيعرف كان 3/4 الموجودين هم أفراد، يعني هيك أفراد واحد 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 واحد، فما في حدا بيقدر يفاوض مع حدا لأنه ما في أحزاب ومؤسسات بتاخد قرار، كل واحد عم نقول له شو رأيك لازم أنت تكون مرشح ولا لا. فهيدا أكيد الوضع، وأنا بتمنى يكون في آليات مثل اللي عم بيصير بنحو الوطن وبمحل تاني إنه يكون في آليات لاختيار المرشحين، لأنه تجربتي كمان بتقول إنه في ناس كتير أكفية ممكن ينظلموا مثل ما صار معي بال2018 وبيتخونوا وبيتهددوا. يعني أنا في شيء كتير مهضوم، أنا اسمي مارك بس أنا درزي، فيعني كانوا يهجموا علي العونية والقوات إنه هيدا يسبني يفكرني مع هول وهديك لأ مفكرني مسيحي، وبالدروز كل شوي هيدا قومي لأ هيدا اشتراكي لأ هيدا مع وليد جملاط لأ هيدا مع طلال إرسلان حسب البوزيشن، فأكدت حبيط من كل الميلات. بالأخير بالشغل الانتخابي بيّنت نتيجة، يعني قدرت جيب تقريبا شيء 1500 صوت تفضيلي، كنت من بين اعلى الناس اللي جابوا اصوات بشوفوا علي بالرغم من كل الاقواس العشوائي وخاصه الاقواس الكبير اللي اجى علي من يعني المرشحين المدنيين بلوائح تانية. هلا في تكنيكاليتيز، نحن كنا متفقين على ليستا وكان ماشي الحال ورحنا عن كاتب العدل، ما بعرف اذا تعرفوا تفاصيل ما بتخيل، بس وصلنا عن كاتب العدل وبلشنا نمضي وخلصنا، بعدين وصل احد المرشحين يلي كتير ممكن يربح والنسفت وفلوا وسحبوا طواقيعهم وفرطت القصه، بعدين عرفنا مضوا ليستا تاني بالدمور مع الحزب الشيوعي ومع ناس تانيين وانتهت فيهم. ف anyways بتمنى ما ترجع تنعاد هذه التجارب، وانا عن جد كل الناس اللي كان عندهم امل كتير كبير بهذا المقعد ولو ما مقتنعين بالمرشحين اللي ممكن يربحوا بعتذر منهم لانه على اكيد في جزء من المسؤوليه علينا نحن. Thank you so much Mark. Thank you. We really appreciate this. اوكي هلا بننتقل للوري. لوري مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، خبيرة في شؤون الطاقة، أخصائية بالجيوبوليتكس الشرق المتوسط ومحاضرة. واو. أوكي لوري، أول شيء you need to unmute yourself please.
وعرفنا أنه حاطين خطة واستراتيجية لتنمية الطاقة وحضرتك مسؤولة عن هذا البارت من البروغرام، فيك بليز تخبرينا أكثر؟ إيه بكل سرور يعني. وخليني بس هيك أحكي شوية كمان عن أنه كيف توصلت يعني كأنه منخرطة بالحزب وبالسياسة كمان، لأنه بتصور بس سريعا بس هيك بعض المايلستونز اللي بتخلي الواحد انه كيف بفوت بالشأن العام. لا شك انه بالتسعين بعد ما خلصت الحرب كان في كتير انه كانت المشاريع كلها انه كانت عم تبني لبنان اللي تهدم، بيروت اللي تهدمت، ولكن ما حسينا أنه at one point في حدا عم يبني هذا اللبناني المواطن اللي بعد الحرب حطوه بكونتكست جديد مع ذات العالم اللي هن كانوا مسؤولين عن المجازر تبعيته أنه هن بدون يديروه. سو كان كتير ملفت أنه ما كان في حدا عم بيهتم بهالأشخاص بهاللبناني بالهوية اللبنانية ما بعد الحرب، وشو يعني أنه اللبناني الجديد ما بعد الحرب. ففي كتير من مثلي وغيري اللي ما كانوا قادرين يفوتوا بالأحزاب السياسية لأنه ما كانت تمثلون، لجأوا للمجتمع المدني ويشتغلوا عبر الـ NGOs والمجتمع المدني والgrassroots organizations على بناء هالمواطن اللي بيحلموا فيه والمواطنة، وشو يعني إنه دولة تكون هي إنه القانون هو اللي بيجمعنا ومش مش المحاصصة ومش المحسوبية والclientelism. مشان هيك كان كتير طبيعي انه بال2013 وقت طلعت اول موجة من الناس اللي مثلي ومثل مارك انه نشتغل بالسياسة، في كتير عالم استغربوا، ولكن كانت هيدي نحن بالنسبة لنا شيء طبيعي، كان لانه كنا عم نشتغل كل هالسنين خارج الاحزاب السياسية وما كنا عم نوصل لنتائج بدنا اياها، فقررنا انه طبيعي انه بدنا ندخل على البرلمان تنصير نغير من جوا. سو المحاولة الجدية كانت بال2013 انه صار في لوائح واشتغلنا على الموضوع، طبعا ما صار في انتخابات. بال2014 تكررت الامور، بال2014 كان الملفت انه وقتها اجلوا الانتخابات كمان مرة لتاني مرة اجلوها، واللي اخر شيء وصلتنا ل2018. كانت ثاقبت عيوني على مقابلة على التقال، وكان في شخصين، كان جوزيف المعلوف ووليد خوري، جوزيف معلوف من القوات ووليد خوري من التيار الوطني، كانوا اثنيناتهم عم يحكوا عن كأننا نحن بعدنا بال88 بال89. كان شوكينج لإلي انه بال2014 بعدنا عم نحكي كأنه بال88 89، لا عون معه حق، لا سمير جعجع معه حق. كانت مفصليه هونيك انه لا خلص ذاتس ات enough از enough، لازم نعمل شو ما كان فينا نعمل لنكون انه بالبرلمان نحن ونخلص بقى من هذا الماضي الأليم تبعنا. ثاقبت انه انا هيدول الاثنين يعني كانوا جزء من مأساتي ومن طفولتي وكانوا جزء من وعي السياسي لا شك كمان، ولكن انه يستمروا هن ويستمروا صراعاتهم مش مقبول. واكيد كان في غير ناس مثلي عايشين غير اجواء هيك كمان وقت عم بيشوفوا انه ذات الناس وذات مشاكل عم تتكرر. سو كان طبيعي، وبال2018 كان طبيعي انه ننزل. هلا بال2016 بتذكر كنت بتونس بدق لي سامي عطلة وقتها من الـ LCPS بيقول لي لوري عم نحضر ليستا بتعقد ببيروت للانتخابات البلدية، وأنا بعرفك من بيروت بدنا إياك تكون جزء من المرشحين. قلت له إيه بس إنه أنا مجوزة هلا على كسروان ما فيي. سو قلت له بس لحظة لشوف، سكرت دقيت لجوزي قلت له شوف خلينا نطلع انزل على هالانتخابات. قال لي إيه بس ما بضمن لك إنه راح أرجع أتجوزك. دقيت له لسامي قلت له سامي خلاص أبورتد مش رح فيه لأنه مهدد زواجي بالخطر، ما قبل يرجع يتجوزني. سو بال2018 أنه كانت أنه ضروري أنه نترشح لأنه enough is enough، خلاص بقى ها ما بقى فينا نتحملهم وبدنا نكسر لهم راسهم ونخلص منهم. وهيدا السبيريت اللي مكفيه معنا واللي فايتين فيها الحرب الضروس تنخلص من هالعالم، خلصنا. سو هيدا بس أنه هي حياتي والانتخابات ومعاركي أنا الطاحنة بهذا الموضوع. سأرجع موضوع الطاقة. سو دفنتني أنا من 2010 ثاقبت أنه بشتغل بمنظمة هي شغلتها موضوع كيف إدارة قطاع النفط والغاز وكيف لازم يكون هذا القطاع مندار بطريقة شفافة وفعالة
وكيف لازم يكون في ساوند بوليسيز تيتمكن المواطن انه يستفيد من هذا القطاع. بال2010 كان بعد انجأ في قانون، وبال2011 ما كان عم بيصير شيء طبعا ديدلوك ورا ديدلوك بهالبلد، فايتين بديباجاتهم السياسيه لحديت ما تشكلت هيئه اداره قطاع البترول بال2013، ومن وقتها مواكبه هيدا الملف كنت، وكانت مواكبته ومساقب لانه بشغله كنت اشتغل مع العراقيه ومع اليمنيه ومع التوانسه والليبيه، سو كلها هيك كانت تراكمات انه كيف يو كان مس مانج وبوضع، وخاصة العراق كان يعني ملفت انه كيف، لا تخيل الوضع مثلا هلا بالعراق كيف انه هذول من اغنى بلدان النفط والغاز، وشوف التعتير والفقر تبعهم والحروب والمآسي. فكل هيدي الخبره اللي كنت عم بكتسبها بشغلي كنت عم حطها بلبنان، وكنت احكي بالمواضيع، وصرنا انه صار في اهتمام بالاعلام، وهيك صار في انه في شيء اسمه لوري هيتايان تفهم بقطاع النفط والغاز، اللي صار عنا الانبوت، يعني يصير انه نعمل ندفش الحكومه على قصص انه تنضم لمبادره الشفافيه للصناعات الاستخراجيه، نعمل لها ضغط انه لازم الكونتراكت تو بي ببلش، نعمل لها ضغط على البنفيشال اونرشيب. هاو كلهم كانوا مصطلحات عم نفوتهم عن جديد بموضوع النفط والغاز بالبلد يعني. وبفتخر يعني اتليست انه قدرت اعمل شيء انا ومن برا، يعني تتشوف لو من جوا شو ممكن اعمل، او يمكن ما اعمل شيء، لانه مثل ما بيقول مارك دائما هذه المنظومه اذا ما كسرناها اذا فتنا فيها صعوبه انه نكون عندنا انجازات، ولكن انه هيك. بس ما شاء الله عليك، انت بتشتغلي بالطاقه، والطاقه يلي عندك اياها بدك تكسري باذن الله. طيب في عندنا سؤال من دانيا. يلا خليني لكم شغله كمان هلا قبل ما اعطيك المشروع، بدك انه نحكي لانه عندنا المشروع. لا لا اعطيني المشروع هي بعد المقدمه، انا بعد ما بلشت شو انا متنافس. انا حبيت تفضلي. مين بيحكي اكثر؟ سو الموضوع انه دفنت بال2018 هيدي كان السلوغان تبعي، العين الساهره على قطاع النفط والغاز. هلا ما في غير 220 واحد اقتنعوا بالموضوع يعني، فماشي الحال. انا كل ما التقى بشخص بيقول لي انا انتخبتك بياخذوا بالاحضان وبصيروا كروا دموع، يعني very emotional. So hopefully بالانتخابات الجايه راح يصيروا 2200. فالمشروع اللي اليوم نحن عم نشتغل فيه مثل ما شفتوا نحن عنا القطاعات، يعني مجموعه القطاعات. لا شك كلنا بنعرف انه قطاع الكهرباء وقطاع الطاقه اجمالا بلبنان مشكله، يعني نحن بعدنا مأخذين قطاع الطاقة بطريقة كتير إنه ديمودي، يعني وبطريقة إنه يعني عيب إنه نحن بعدنا محطاتنا على الفيول أويل، عيب إنه بعدنا ما عم نفكر بالطاقات المتجددة وما عملنا فيها شيء. سو عنا تو بيلرز عم نشتغل عليها بهذا القطاع اللي عم نشتغل عليه، واللي هو بروجياتنا إنه كيف بدنا نطورهم بكرة وقت نوصل على السلطة. لا شك اليوم نحن كتقدم عاملين حملة اللي اسمها كاريش لنا، وخليني أقولكم عن هيدي الحملة لأنه ضروري كمان أنه نكون عنا كل الدعم من الجميع. كاريش لنا، كاريش هو حقل راح يبلش بالإنتاج قريبا إسرائيلي، وهو حاليا بيوقع بمنطقة متنازع عليها حسب الخرائط اللبنانية. مثل ما بتعرفوا بأكتوبر بلشنا بترسيم الحدود أو بالمفاوضات ترسيم الحدود نحن والإسرائيليين. في الوفد المفاوض اللبناني قدم خرائط جديدة مع خطوط جديدة لحدودنا نحن بيننا وبين الإسرائيليين، مبنية على قانون البحار التابع للأمم المتحدة بمنهجية عالمية معتمدة عالميا، بتثبت إنه نص كاريش ممكن يكون لقلنا بهيدا بده يبلش انتاج. شفنا استلشاء الاطراف السياسيه بهيدا الموضوع، شفنا انه الاستهتار اللي صار من قبل اللبنانيين والمسؤولين اللبنانيين، عدم التعاطي بالمسؤوليه بهالملف. اعتبرنا انه نحن حتى لو كنا اليوم حزب سياسي معارض لكل هذا النهج وبدنا نسقطه لهذا النظام، ولكن واجبنا كمان اليوم طالما هن موجودين يعملوا مسؤولياتهم، ما فيهم هلأ يتخلوا عن مسؤولياتهم حتى لو نحن عم نحاربهم، طالما ما سقطناهم في مسؤولية عليهم، وهن اليوم لازم يحافظوا لنا على مواردنا ولازم يعملوا اللي لازم يعملوا.
سو لأطلقنا حملة كاريش لنا اللي هي من كذا خطوة اللي فيها إنه بدنا نعمل في دراسة ما بعرف هلا يمكن منكم قريوا الارتيكل اللي كتبته بالديلي ستار اللي بيثبت الموقف اللبناني قانونا من بعد هيدا البوزيشن بيبر اللي عم نشتغل عليه هلا الحملة الإعلامية اللي بدنا نعملها والكونفرنس اللي بدنا نعملها تناخد دعم اللبنانيين ككل لأنه نحن ما عم نشتغل إنه هيدا حملة تقدم وبس للتقدم ومتمسكين بتقدم بدنا الكل يدعمنا لأنه هيدا ملف وطني مفروض يكون جامع ونحن ليه عم نشتغل هيك تنفرج للبنانيين إنه بكرة وقتا نحن نكون بسد المسؤولية في ملفات فيها مصلحة وطنية ما فينا نعمل فيها محاصصة ولا فينا إنه نستفرد فيها نقول ولا هذا ماي ليجاسي بروجكت وأنت ما خصك فيه أو إنه أنا بعمل إنكاية بحدا تاني لأنه هو ماسك هذا الملف إنه عم نفرج المواطنين إنه إذا وقت نحن نستلم إنه كيف نستلم ملفاتنا وكيف نشتغل فيها بطريقة بروفيشنال بطريقة جامعة للكل فهذه حملة كاريش لنا هذه واحدة من الحملات اللي عم نعملها لنحافظ على مواردنا واليوم كمان بدي اقول لكم تتشوفوا انه نحن تقدم عن جد يعني قبضيات وعن جد انه اللي ما بفوت معنا خسران يعني ما عم بعمل دعايه بس انه عم بقول لكم اليوم ما بعرف اذا وصل لكم خريطه يعني يمكن البعض وصل له خريطه بتفرجي التقسيم بين بلوكات السوريه البلوك رقم 1 بسوريا وبلوك 1 و2 والتداخل بين هالبلوكات وانه في 750 كيلومتر مربع overlap بين حدودنا البحرية وحدود السورية إذا هيدا وصلكم إياها لأنه هلأ اليوم البلد قايم قاعد على هيدا الموضوع هيدا نحنا اللي عملناه نحنا اليوم عملنا تويت طلعنا البلد لنشوف كمان وقت نكون مستلمين ملفاتنا وكيف عم نشتغل فيهم نوصل فيهم على الآخر وكيف فينا نأثر على الرأي العام هيدا اللي تقدم عم بيحاول يعمله بالملفات ويشتغل مع الجميع إنه نكون كلنا عم نشتغل سوا تنحصل حقوقنا تنكون إنه مواردنا نحن إن كانت بالشمال أو بالجنوب بخطر نحن بدنا نشتغل تنحصل ونضغط عليهم حالياً هن لأنه للأسف هن اللي موجودين بالسلطة تيعملوا واجباتهم هيدي وحدة الثانية نقطة اللي عم نشتغل فيها وبعدين رح أذكر هي الـ renewable energy لأنه كمان كل الفوكس بالبلد على الطاقة وعلى كيف بدنا نجيب كهرباء وهيك كلها بعدها مركزة إنه على النفط منيح على الغاز على الغاز وغاز وغاز يا الغاز اللبناني يا الغاز مدري من وين كله عم يشتغل على الغاز وقت العالم كله عم نشوفه وأكتريتكم يمكن عايشين برا وأكتر إكسبوز على قصة الجرين أنرجي رينيوبل إتسيترا إنه كيف المستقبل عم يروح لهونيك ونحن بعدنا مبسوطين إنه عملنا هيدا الريفر حد وزارة الطاقة إنه بتنتج لها كهرباء شوية كهرباء أو مبسوطين إنه بعد 7-8 سنين 10 سنين عطينا هونيك كونترا للطاقات ال شو اسمه الويند على الويند على الطاقة الهوائية اللي عم نشتغله إنه وهيدا اللي اليوم ليه حابة أحكي فيه لأنه بحاجة اليوم لنستفيد من الرخص بالطاقة الشمسية الموجودة والسولار بانلز والسيستم كله صار رخيص تنفوت هيدا الطاقة الشمسية على إنتاج الكهرباء بلبنان في عوائق قانونية نعم ولكن ما بيمنع أنه اليوم كل مواطن بلبنان أنه يقدر وين ما فيه يستفيد يحط على سقف بيته على سقف قصره على سقف كوخه بجنينة محل ما عم يزرع يسقف يحط هيدول السولار بانلز ويستخرج منهم كهرباء والبلديات تستعملهم so this is what we are pushing for والأهم من كل هيك اللي عم نقوله للجاسبورا مادام بتكون تساعدوا ما بقى تبعتوا لنا لا رز ولا حليب ولا تياب ولا مدري شو what we need تبعتوا هالسولار بانلز تنخلق هون اليونت اللي بدها تشتغل بين الجاسبورا تبعت هالسولار بانلز ونقدر نعطي للبلديات وللناس تيستعملوا هالطاقة الشمسية تيستقبل شو ينتجوا كهرباء لقلهم هيك بخففوا من قصة الانقطاع الكهرباء المزمن اللي عم نعيشه وبذات الوقت بخففوا على حالهم الموتار وسعر الديزل والمازوت والغلا اللي عم بيصير لأنه للأسف وصلونا لمحال إنه نسبة الفقر عنا صار كتير مدقع إنه مش كلنا بقى قادرين ندفع الموتار والكهرباء حتى لو الكهرباء صارت أرخص رخيصة whatever لأنها مدعومة حتى الموتور ما بقى فينا واساسا الدوله بطل عندها مصاري تشتري فيول سو عم بدنا نصير بكره تحت رحمه الموتورات اللي بدهم يدفعونا حق المازوت
بعد أغلى لأنه هن بدهم يضطروا يفتشوا على الدولارات تيجيبوا المازوت. So solar panel هو نوع من يساعد at least هالطبقة اللي عم بتبلش تصير فقيرة والطبقة صارت فقيرة إنه تنتج بالقليلة كهرباء لحاجاتها بدل ما تكون إنه عم بتموت كمان من قهر انه ما عندها كهرباء لا للانترنت ولا شيء, خاصه هلا working from home schooling from home اللي بدكم اياه. سو ضروري يكون عندنا كهرباء بأسوأ وقت عم بيطفوا لنا الكهرباء. امبارح الزهراني طفى, بكره دير عمار بده يطفي. سو هيدا اللي عم نشتغله بين انه المواردنا عم نحافظ عليها من خلال هالحملات ونجبرها للدوله انه تقوم بواجبها, وبين انه عم نشجع for looking for the future renewable energy والطاقة النظيفة كيف بقى نشتغل. So هيك باختصار, ما بعرف إذا حكيت أكثر من مارك أو لا, يعني competition تنشوف, بس إنه باختصار هيدا الملف بالقليلة اللي عم نشتغل فيه بمجموعة إنه الطاقة اللي عم نشتغل عليها. So بس هيك. والله بهنيك كتير على طاقتك وعلى طاقته لمارك, عن جد برافو. رح اخذ سؤال واحد من الاسئله موجه دايركتلي لإلك قبل ما ننتقل لمسيو جاد. السؤال اجا من دانيا تيان, بتقول تو لوري, you were part of the meeting with Schenker, how do you evaluate the US position towards Lebanon versus the French initiatives and their race for the gas sector in Lebanon? تفضلي. اوكي سو خليني اقول انه وقتها عملنا الاجتماع مع شنكر كان هاجس وقتها, وحكيت بنقطتين معه. كان قبل ما انطلقت قصه ترسيم الحدود مع بين لبنان واسرائيل, اوكي, صار باغسطس او بسبتمبر شنكر, وكنت موقفي كان انه نحن صار عنا اشاير كتير انه هالطبقه السياسيه عم تستعمل كل أوراقها اللي ممكن فيها تربح بعد كم فترة زمنية قبل ما تسقط عنا الشرعية من قبل الـ International Community. ومشان هيك نحن منعتقد إنه هالطبقة السياسية رح تلعب ورق ترسيم الحدود مع الإسرائيليين تتحافظ على حالها, أوكي, for their survival. وكان موقف واضح إنه نحن منرفض هيدا الشيء, لأنه مثل ما بنرفض اللي صار مع الفرنسيين إجوا عوامون لهالطبقة السياسية بالوقت اللي كان المتركاج نازل فيهم, وكلنا عم يعني كل يوم نازلين فيهم وخففنا من قدرتهم, بيجي الفرنسي بيعومهم وفوقهم بيجي الأمريكاني بيعومهم إنه بيقبل إنه يعمل ديل معهم إنه يفوتوا بمفاوضات. هدفها الأساسي كان سياسي, ما حدا منهم كان هدفه إنه ترسيم الحدود توصل لخواتيمة. هيدا it was just one card إذا بدكم لعبوها for their own survival, مدد لهم حياتهم. يعني اللي عنده أولاده بيلعب games في هيدول كذا حياة بتكون, so واحد بيأكله ما بعرف شو تتكبر حياته. لعبوا الكارد هيدا, حطوها بالبازار السياسي ولا فرقت معهم, وهلأ مفوطينا بدوامة من وراء هيدا الشغلة بس for their own survival. مثل ما French initiative نحن اعتبرناها انه اجت تتعومهم بوقت الغلط, وهيدا اللي كان واضح اللي انا قلت له اياه. والنقطه الثانيه اللي هي كانت على قصه الانتخابات, انه ضروري انه يصير في انتخابات بموعدها, لانه كان وقتها بتتذكروا كان في حديث الفرنساوي قال انه ما عليه اذا هلا ما بتكون انتخابات, لانه كان طرف من الاطراف يعني انه ما بده انتخابات, حزب الله كان قال هلا مش وقت انتخابات. سو كنا عم نشدد انه نحن مؤمنين بالانتقال الديمقراطي, نحن مش من جماعة انه نعمل انقلابات عسكرية نوصل على السلطة ولا جماعة الجزمة, نحن جماعة انه مؤمنين بالمؤسسات. كل انتقال لازم يكون عبر المؤسسات, والانتقال بيصير عبر البرلمان, عبر انه المواطنين يعملوا دورهم. مثل ما فسر حسام, نحن الجوهر تبعنا هو المواطن والمواطنة, وكل ما المواطن عارف دوره وحاسس بمسؤولية دوره بيروح بينتخب وبينتخب صح. So هيدا اللي قلنا له إياه. So these were like the two points أنا I raised. مش عجبنا موقفهم اللي عملوا الفرنساوية, ولا عجبنا شنكر بكرة يبيع يشتري وبيع بالملف اللبناني. هيدول اللي كانوا I'm very proud إنه رح عملت هيدا الاجتماع, ولا إني خايفة منه, ولا إني شو اسمه, لأنه this is what we should be doing. نحن كpolitical parties لازم نروح نحكي مع الأطراف, إن كانوا internationals أو إن كانوا locals, مين ما كان بدنا نقعد نحكي معهم
أنه لنفسر له نحن مين، لنفسر له نحن شو موقفنا، مش تنروح نقول لهم عطونا مصاري تنعمل انتخابات، هذا مش دورنا. نحن بنقول الدياسبورا إيه، لأنه لبنانية مثلنا مثلهم وعنا نحن أهداف وحدة، بس ما بروح أقول للأجنبي هلا الانترناشنال كوميونتي، الانترناشنال كوميونتي ضروري احكيها وفسر لها موقفي واعترض وقتها لازم اعترض. سو ذاتس واي ما حدا منا لازم انه يتخبى ورا اذا اجتمع مع مين ما كان. وانا رجعت طلعت قلت ايراني بده يتعرف علي اهلا وسهلا، يجي تخبره رايي فيه وبالسياسات اللي عم يتبع بلبنان عبر حزب الله. سو مشان هيك يعني ما في شيء بخوفنا. هلا اول طاقتك قصه نفط وغاز نرجع نحكي بعدين، يعني في كومبيتيشن complementarity و competition على قصة الغاز بالمنطقة. الأمريكيين مهتمين بالمنطقة هون بسبب وجود الروسي صار بسوريا والقاعدة البحرية والقاعدة العسكرية اللي صاروا الروس عندهم إياها بسوريا، هيدا اهتمامه للأمريكيين أكثر من الغاز. definitely الفرنسويين عندهم اهتمام بالغاز بالمنطقة، وكمان عندهم هيدا الكلاش بينه وبين الأتراك. so it's between politics و geopolitics و security. سو هيدا اللي نحنا عم نعيشه يعني. فمثل ما لازم كلهم يعرفوا يعني ما حدا من دول العالم تعملنا كادويات، وما حدا بهمه بلدنا، كل واحد عنده مصلحته. وهن بعضهم شايفين بهاو الطبقة السياسية انه they can still deliver، طالع وقت بيوصل لواحد they cannot deliver what these people want بدو يتخلوا عنهم. ونحنا هيدا اللي لازم نشتغل عليه، نخليهم ضعاف 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 ما بقى قادرين to deliver شيء تحدى تقشط عنهم هذه الليجيتيمسي اللي بعد الانترناشنال كوميونيتي عم تعطيهم اياها للاسف. وشكرا. Thank you so much عن جد بحي الطاقه يلي فيك again. وهلا بننتقل لمسيو زاد شعبان. مسيو زاد حضرتك مسؤول عن القسم الاقتصادي صح؟ فيك تخبرنا، حضرتك ناشط سياسي ومناضل للعدالة الاجتماعية، بدك بليز تخبرنا شوي عن الشق الاقتصادي والخطة الاقتصادية تعيد حزب تقدم ودورك بالحزب، تفضل. سوري عم تسمعيني؟ إيه. أوكي، مساء الخير للجميع وشكراً على هذه الجلسة. إذا بتسمحي لي أعلق شوية على القضايا اللي نحكيت قبل سريعاً قبل ما أحكي عن هالموضوع. أكيد. بدي أحكي شوية عن شوية misconceptions وشوية قضايا بتمنى أنه نفكر كلنا نطلع منها. أول misconception أنه لبنان بلد ما حيتغير بحياته وما ألا معنى الانتخابات. كتير عالم خصوصا حتى مجموعات سياسية معتبرة انه مش وقتها انتخابات البلدية والنيابية، واصلا خلينا نشتغل على شيء تاني، خلينا نسقط النظام، خلينا ننطر حال من برا، خلينا نعمل مؤتمر دولي. تركيزنا شخصيا وحتى ضمن تقدم انه ما في حزب سياسي بيخلق غير ما هدفه يستلم السلطة بطريقة ديمقراطية. ما في حدا بيدعي انه عم بيشتغل سياسي وبده يساعد العالم تعيش احسن غير ما يسعى انه يوصل للسلطه، من نقابه لبلديه لنيابه وغيره. هذا القلب السياسي، وحرام اي جهد يروح دعان بلا ما يصير فيه له تبعات انتخابيه بالاخر. هاي اول، انه كمان في كتير نقاشات عم بتصير على ليش الانتخابات وايمتى الانتخابات، وأصلا ما في شيء بتغير. هذا مش مزبوط. لازم دايما نفكر إنه اللبنانية وين ما كانوا أول ما يصح لهم فرصة يعبروا عن رأيهم بطريقة ديمقراطية حيعبروا عنها. بعدين متأكد إذا انتخابات منيحة ومش منيحة وكذا، هذه نشتغل عليها. بس ما فيها من الأساس ننسف فكرة إنه لا ببلاها ما حيصير شيء. هذا الاتيتيود برأيي لازم نغيره. تاني اتيتيود عم تكون سيئه جدا هو هيك التخوين والاسئله، ويعني مثلا انه هول جايين ضد الاشتراكيه، او هول الاحزاب المعارضه اكيد مولهم حدا، اني يا ضد حزب الله او مع حزب الله او مدري وين. خلينا نحن ما نتبع نفس وسيله الانظمه الفاشيه يلي
تجبر العالم يكونوا بخانات. كل حدا منكم ومننا حر يعمل حزب سياسي، هيدا بحق الإنسان، حرية التنظيم، حرية التعبير، حرين تعملوا أي حزب بدكم ضمن القانون طبعاً، مش حزب فاشي أو نازي أو نيونازي يعني. بس على القليل إذا واحد بده يؤمن بدولة تعددية ديمقراطية لازم يعترف بالدور السياسي للأحزاب ويشجعها، مش كل ما خلق حزب جديد نشكك فيه لحد ما يصير عندنا براهين. أكيد وصار في أحزاب كتيرة خلقت آخر 20 سنة، منا نجح منا فشل منا صار مشخصا كتير منا فتلوا كتير مصاري بطريقة غريبة وصار في انتقادات عليهم، انتقادات منيحة. أنا شخصيا مني وجر ما بفوت أبدا بالتجريح الشخصي، حرام اللي عم بيصير، وتعرض له كتير عالم مؤخرا خصوصا من الأطراف تدعي إنه هي بالثورة. إنه فينا ننتقد نحن الممارسات، فينا ننتقد خيارات، بس ليش بدنا نخون أشخاص بلا دليل؟ هيدا المشكلة عم بتصير. تالت أزمة كتير كبيرة عم نعاني منها بالسياسة بلبنان، قبل ما انتقل للشيء اللي له علاقة بالمغتربين، إنه المغتربين برأيي في أزمة كتير كبيرة عند المغتربين، لازم بهالجلسة كمان نحكي فيها. بالسياسة بلبنان نحن ببلد تعددي، لحد اليوم أغلبية الناس هن طائفيين، ما نضحك على بعض. طائفيين مش لأنه هن إنه عايب ككا ونحن أحسن، لا أبدا، طائفيين مقتنعين بطائفيتهم، هن خايفين إنه إذا تخلوا عن طائفيتهم حيصير عندهم فراغ، حيصير عندهم ناس تجي وتحتلهم. في هواجس عند اللي بيقولوا عن حالهم مسيحية، في هواجس عم بيقولوا عن حالهم دروس، في هواجس عند الشيعة اللي بيعتبروا حالهم شيعة، في هواجس عند السنة. هول الهواجس ما فينا نستخف فيهم، ما فينا نجي نقول نحن فجأة بدنا نسقط دولة علمانية اللي أنا بحلم فيها على شعب خايفين، على شعب ما بيوثق بعضه. وهذا اختلاف راديكالي على القليل نحن عنا إياه، وكتير مجموعات اللي هي بتعتبر حالها أكثر يسار الوسطي تقريبا، إنه معتبرين إنه نحن مضطرين نعيش مع ناس ما بيشبهونا. وهول الناس نحن بدنا ناخذ رأيهم بعين الاعتبار، ما فينا نهجم لهم دغري على الكومفورت زون تبعهم، ما فينا نعمله، لأنه وهذا طبعا بكل الانتخابات اللي قبل بكل التغيير عم بيصير إنه بنفوت على محل مسكر. فكتير مهم الواحد يفكر إنه أنا إذا بدي ضل بلبنان أو بدي ضل قلبي على لبنان بدي أعيش مع ناس ما بيشبهوني. طب تعال أوصل ل 80% 70% من نقاط مشتركة، والقضايا الباقية نحكي فيها، هذا شيء منيح. بس نجي نحن نلغي فئات كاملة لأنه دائما حنلاقي عليهم شيء عملوه أو عملوه حدا فيهم، ما بيزبط. إذا نحن بدنا ننمي ثقافة الانفتاح والمسامحة وطوي الصفحات ونبني بلد جديد، بلد متقدم أكثر، ما فينا نكفي عم تفكر هيك. هون تحديدا العلاقة مع الأحزاب اللي هي طلعت من النظام الحاكم، نحن على القليل بالحزب طبعا ناقشناها كتير، بس بمحل معين بده الواحد يصير يقول طيب إذا أحزاب معينة بتمثل عندها باجج جاي بتقل معين، بس عم تقلوا بصفحة versus غير ناس نحن ما قادرين حتى نحكي معهم، في عالم ما نحكي معهم. في أحزاب بلبنان ما بيتحاكى معهم، إنه كلهم بالحكم ما بيتحاكى معهم، بس في أحزاب عم تغير، في مجموعات عم بتغير، هول بدنا نجيبهم لعنا. هيدا السياسي، السياسي مش إنه تقنعي جماعتك، بدك تقنعي غيرك بوجهك لبالآخر تعملي نظام ديمقراطي بحكم أكتر. دائما في 50% plus 1 نحن ما عم نحكم ب 20%، وإلا بنعمل فيدرالية ونخلص، بنخلق جمهورية للعلمانيين بين رأس بيروت والأشرفية وكم بداره، ونسكرها هالجمهورية مثلا. فينا إذا بدكم نعمل هيك، أنا ما بتعيش يعني، بس إنه تزبط. So في misconception كتير كبيرة إنه نحنا ببلد هول الجماعة خواريف طائفيين ونحنا بنفهم أكتر منهم، وبدنا نجي نحنا ولو نقونا شو بدكم نحنا أحسن عالم وتعالوا نحنا نحكمكم، هيدا ما بتمشي وما بحياتها حتمشي بلبنان.
مثل ما هو النظام هذا. رابع نقطة كتير مهمة لها علاقة بدور المغتربين. بال 2018 وهذا شيء كتير مهم نحاوله وبهمنا كتير يسمعون العالم عايشين برات لبنان. برات لبنان ما في إحصاءات رسمية بس في تقريبا بين 800,000 و 900,000 مسجلين كمغتربين خارج لبنان. هولي عم نحكي first level migrant يعني مش the second third generation, هولي اللي معهم جنسية لبنانية وفيز إقامة بالبلدان اللي راحوا عليها. هولي بيمثلوا 20% من الشعب اللبناني بس بيمثلوا أكثر من 40% من الناخبين. 40% من الناخبين عايشين برات لبنان. من هول 800,000 بال 2018 قد ايه سجل لينتخبوا؟ أقل من 100,000. 10% 80,000. قد ايه انتخب؟ 50% من 80,000. 40,000 انتخب. وقت مارك ولوري وحسام ونحن نحكي عن تنظيم, تنظيم السياسي شو ما كان وشو ما غلط الواحد شو ما عمل بس إذا ما تنظم مش موجود, ما أنه موجود أبدا. وين التنظيم؟ مين السجلون لهول 80,000؟ القوات اللبنانية وطيار الوطن الحر وطيار المستقبل. ليش؟ لا يوفر تكتات سفر على لبنان, مش لا لأنه هن والله مبسوطين, هن لأنه بنظرهم إذا هول العالم سوته برا يوفروا تكتات سفر على لبنان. طبعاً أكل هلا هو جبران بيسيب لأنه اللي سجلوا ما صوتوا, بس هذا بيعني أنه إذا المغتربين اللي عايشين برات لبنان معتبرين أنه بيشتغلوا سياسي عندهم 800,000 شخص potential بينشغل عليه سياسي. بتعملوا حزب تاني, بتعملوا حزب مغتربين, بتفوتوا بحزب شو ما بدكم, بس هو لازم يتنظموا. إذا في صوت معارض لازم يسوي لازم هاد. وتاني شغلة بعد التنظيم عبر جمعيات networks اللي هنا لازم ينضغط لإصلاح قانون الانتخابات. أقله انتخاب نواب للمغتربين ديركت, مش المغتربين ينتخبوا بنين. مثل مثلا ما ثلاث أرباع البلدان اللي عندها نسبة اغتراب عالية بصير عندهم ممثلين لألهم هول المغتربين مش ممثلين بالبلد تبعهم. طبعاً في إلا pros and cons. في ناس تعتبر كمان إذا ما انتخبوا النواب ببلدهم يعني ما بقى يأثروا على القرار هناك, بس في واحد يفكر بهايبريد سيستم. تاني شيء التصويت الإلكتروني. صار في كتير تخبيص بانتخابات 2018 بالعد, ونحن شفنا حتى بأقيم الاقتراع اللي كنا عم نشرف عليها بنشوفه عليه صار في أخلاط بالعد من وراء أقلام المغتربين كمان. تذكر مارك إجت الأرقام معدودة غش كبير في أصلا, يعني حتى عن 50,000 مقترع غشوا فيهم. وإذا في عنا هلأ بسيناريو كتلة من المغتربين عم تضغط لإصلاح, مش إنه نشقلب الأمن فوقنا تحتاني, عم نحكي دايما نحن ضمن سياسة الممكن. أولاً تثبيت آلية اقتراع جديدة وتثبيت إصلاحات بالقانون الموجود, ما بدنا أكثر من هيك. نحن قادرين نخرج إذا على الآلية سجلنا للمستقلين 200,000 300,000 شخص واخترعوا بيعملوا معادلة كتير مهمة. أنا هذا اللي كان بدي أكده على أوكي. طيب هلا يلي انت حكيته انا عندي لك سؤال, بس قبل ما انا اسالك سؤالي كان في عنا مس ليندا حاطه سؤال وبعتقد حضرتك جاوبته, يلي هو كان عم بتقول كيف فيك تقنع الدرزي انه يطلع بطل خايفين من على طايفته. فما بعرف هل كان طرحك إجا في الجواب لليندا, إذا لا ليندا بليز رجعي حتى السؤال مرة تانية. وفي عنا سؤال من مسيو ربيع الأمين, هل اختيار اسم حزب التقدم له علاقة بتداخل جمهوركم المستهدف مع جمهور الحزب التقدم الاشتراكي؟ حجيب بعد السؤال قبل بعدين السؤال اللي قبله. لا أبدا,
اسم تقدم إجا لأنه نحن منخرطين ضمن الجلوبال بروجريسيف بارتيز، يعني الأحزاب التقدمية العالمية اللي بتعد بقلبها اللي هن إذا بدكم السوشيال ديموكراتس تقريبا. فالتقدم كان عن جد ليفرجي بروجريشن، ليفرجي تقدم، وكمان ليفرجي إنه نحن يعني هويتنا أكثر على جاية بالسنتر ليفت. واحد. اثنين، الحزب التقدم الاشتراكي يعني ببقى باقي من تقدميته اشتراكيته إلا اسمه يعني entendons-nous مثل ما بيقولوا يعني. سوري، في علاقة بين تقدم والأحزاب التقدمية أو السوشيال ديموكراتيكس العالمية، في هل في أي علاقة؟ في نتوركس عم بينبنوا مع الحزب السوشيال ديموكرات الألماني، وبنفس الوقت مع السويسري، وبالبروسيس مع الفرنسوية، ويعني في خطوط كمان عم تنفتح مع اليانيس فاروفاكيس والبروغريسيف انترناشونال. بلبنان في سؤال سأل عن لبنان، يعني نحن بالآخر حزب قايد التأسيس وحزب صغير، وأكيد طموحنا نمثل أكثر عدد من العالم ممكن، بس عنا مرة تانية منا لا إلغائيين ولا فاشيين ولا حاملين نحن البايبل أو القرآن وإنه لا تعالوا لعنا، لا أبدا. نحن عنا أفكارنا، بس نفس الوقت نحن عارفين إنه بدنا ننسق مع غيرنا. مع الأحزاب الانترناشنال السوشيال ديموكراتيك انترناشنال بارتيز، شو بتفيدكم هذه العلاقات النتوركينج؟ لأنه إحنا بنآمن بنفس المبادئ اللي علاقة بال يعني sustainable development، وفي في يعني في global struggle هلا على المشاكل العالمية. نحن بلبنان مشاكلنا اللي لها علاقة بالعدالة الاجتماعية وبالظلم اللي عم بيصير وبالتعدي على البيئة وغيره، كل هول المشاكل منا يعني typical بس للبنان، هي مشاكل تتكرر بكذا بلد بالعالم. كتير مهم أحزاب السياسية تبني حوارات مع أحزاب تشبهها خارج لبنان، وهي الشغلة اللي بتوقف هون طبعاً، يعني ما في أي نوع من التبعية أو شيء، لا it's a pure networking. أوكي. بيسأل حسام ريدان: How can we change the corrupted fabric of the average Lebanese who is totally controlled by economical needs, religious blindness, and direct or indirect benefits gained illegally by the establishment? So, يعني نحن عم جرب نعمله على أو عم ندفش بأفكار على محلين. أولاً هو المحل اللا مركزي decentralized، يعني يجربوا كل شخص وكل مجموعة بمحل ما هي، إن كان برات لبنان أو بلبنان أو بالبناية أو بالنقابة أو بالبلدية، يعملوا نشاطات وتشبيك وتنظيم ليقدروا يحسنوا من حياة الناس حواليه. هذا أساسي. بشكل نحن كمان برنامجنا كتير مصرين على اللامركزية، ضروري يصير في مبادرات لامركزية. هذا الشيء بيكسر من تبعية العالم للزعيم أكيد. بس المشكلة كمان بلبنان إنه في عنا قضايا أساسية ما فينا نعملها لا مركزية، وهون القضايا هون بيصير فيها عليها صراع سياسي، وللأسف بلبنان مرتبط بأكبر من لبنان، يعني مرتبط ب مثلا السياسة الدفاعية، ما فينا نعمل هدول دايما ما بتكون مركزية، يعني دايما هيك أمور بتكون مش مركزية، ولكن الإدارية والتنمية والاقتصادية فيها تكون مركزية صح؟ لا مركزية صح؟ أكيد. بس اللي عندنا مطار واحد، فينا نفتح مطارين بلبنان، فينا نعمل كهرباء بالمناطق، فينا يعني في كتير خدمات الواحد في يعملها لمركزية. نانسي ستيفان بتسأل باختصار: ما موقف حزب تقدم من اللامركزية اللي هلا حكينا عنها، الدستور، الدولة المدنية، سلاح حزب الله؟ نحن مع اللامركزية، مع الدولة المدنية أكيد، ومع تطبيق الدستور الحالي وتحسينه. نحن مع تطبيق دستور الطائف، لأنه للأسف لهلأ ما عنا دستور تاني، وما عنا الترف نقعد نناقش بتغيير النظام إذا نحن الأنظمة القديمة ما طبقناها. دستور الطائف فيه بقلبه مجلس الشيوخ، فيه بقلبه
لمركزية إدارية في بقلبه إصلاحات، ناقصوا شوية محلات فينا يتحسنوا، بس ما فينا نجي نقول هلأ نحن بدنا نقلب الدستور كله، بده ينشغل على الموضوع بطريقة تدريجية. هيدي على فكرة نقطة اختلاف بين مجموعات المعارضة، في مجموعات تانية بتعمل دستور جديد علماني 100%. أنا شخصياً وكتير عالم مش شايفين هيدي بتصير هيك فجأة، بدها كتلة، بدها تغيير مع الوقت، بس من نظر صح. بالنسبة لحزب الله نحن رأينا أنه ما في دولة فيها تكون قائمة بذاتها إذا ما عندها حصرية للسلاح، إذا ما في مونوبولي للستيت باور، يعني لقابلية استخدام العنف لازم تكون محصورة بإيدين السلطات الرسمية اللبنانية. بقى هذا الموضوع لازم نلقى له حل. الحل بيمرق طبعا اولا بانه نلاقي حل للسياسه الدفاعيه متقدمه تحمي لبنان وتقوي الجيش اللبناني، وانخراط كل الاسلحه حصره بالجيش اللبناني فقط. تمام، هلا بنجي لموضوع المغتربين. من مازن فياض في عنا، بعتقد المغتربين حاسمين قرارهم بالتصويت لمشروع انتخابي مش لأشخاص أو لأحزاب. سؤالي لحزب تقدم، هل عم تلتقوا مع مجموعات وأحزاب الثورة للاتفاق على مشروع، أم أنتم عندكم مشروعكم ولح تمشوا فيه للآخر؟ أنا حجيب إذا بدكم سريعا، بركي حسام مارك أو لوري بحبوا جيب. نحن استراتيجيتنا هو طبعا اولا بناء حزب سياسي يقدر يقدم بدائل للناس، وكمان يقدم مشاريع لناس تستلم الحكم، يعني مرشحين على النيابه، على البلديه، على النقابات، بكل مكان. نحن عم نحضرهم، عم نعمل تدريبات، هدفنا نقدم مرشحين. وغيرنا لازم يتصرف على نفس الطريقه، لازم يصير في بول كبيره من المرشحين. هلا في حوار كتير كبير مع المجموعات التانية أكيد، يلي متفق معها كتير واللي متفق معها أقل، بس نحن بنظرتنا للانتخابات عامة وين ما كانت، بالجامعات، بالنقابات، بالنيابة، إنه لازم تكون مبنية على تحالفات حتى مع العالم يلي ما بيشبهونا حتى 50%. أيام التحالف هو جزء من اللعب السياسي، تحالف هلا في محل. في نقطة أساسية بالنقاش عم بتكون إنه نحن وين في واحد يعني كيف في نقي المرشحين؟ يعني افترض مثلاً بمنطقة علي في مارك داو يلي صار له فترة بترشح، في مجموعة جديدة قال يترشح حدا تاني، أو ببيروت مثلاً نحن عنا مرشح وغيرنا عنده مرشح. أنا رأيي الشخصي إنه مش مقبول يصير في لوائح معارضة وجه بعضها إلا إذا صار في مشروع سياسي مختلف تماما. ما بدنا، بس بنفس الوقت ما في يجي حدا يلغي التاني بلا إلية. ما في حدا يجي يقول للوري لا سوري أنت ممنوع تترشح لأن في غيرك هلأ بده يترشح مثلا، إلا ما يكون في إلية. ممكن مثلا نعمل برايمريز، نخلي مثلا كل مجموعات الثورة تسجل أعضاءها وخلي كل جروب حسب حجمه بيرشح. هون عندك مشكلة كبيرة، مثلا انه في بيجي مجموعة سياسية عندهم ما بعرف 50 شخص، هن بيقرروا انه هن لازم ينقوا المرشحين. طب انتم مين بتمثلوا 50 واحد؟ عندكم حزب بوجهكم بيمثل 1000، في حزب كمان الواحد ما في يكون مدعي بهالمحل. افضل طريقة انا برأيي لحل هيدا المشكلة هو ينعمل ليفل، إذا قرر ينعمل لائحة واحدة يصير في معايير للائحة مشتركة لهالكوى. أولاً برنامج واضح، ما في مساومة على الفساد، على السلاح، على في قضايا أساسية ما فينا نساوم عليها. بعتقد نحو الوطن عم بيشتغلوا هذا الشغل هلأ، مزبوط؟ في شغل عم بيصير صح، بعد ما بين. وعنا من مسيو حسان الشمالي من The Lebanese Diaspora Network بيقول لك نحن تأكيدا على كلامك موجودين حتى نوعي ونرفع النسبة لرقم عالي. نحن بصراحة يعني حضرتك عم تعطينا الأرقام بس نحن حافظينا. وقلت لك مثل ما حكينا يلي كان قبل 17 تشرين شي، ويلي كان قبل 4-8
شيء تاني. فلا الدياسبرا بصراحة عم تتوحد، الدياسبرا عم تشتغل إيد بإيد، الدياسبرا عم بتطالب من كل الأحزاب التغييرية إنه ولو ما اتفقوا على برنامج مثل ما حضرتك قلت إن شاء الله لو 50% متفقين، المهم إنه لازم نفوت على البرلمان بالطاقة تاعيت لوري حتى نقدر عن جد نغير. خلينا نشوف إذا بعد في عنا أسئلة. مازن كتير سألت خلص. أوكي، عنا مسيو حسام ريدان بيقول نحن بوجه سلطة طائفية مجرمة ومسلحة، لا حل دون دعم دولي. شو رأيك مسيو جاد؟ يعني طبعا الوضع بلبنان كتير كتير صعب، والحل حيكون دولي أكيد، بس ما فينا نحن كمان ما ننظم حالنا ويكون عندنا رأي بهالموضوع ونعمل يعني ضغط على هذا الشيء. وهون كمان دور الدياسبورا كتير مهم. يعني تخيلوا هلا لو في بكل مدينة كبيرة في لوبي لبناني عم بيشتغل إيد وحدة ليضغط على عواصم القرار ويزورهم طريقة يومية. يعني أنا بشوف مثلاً اللوبي اليهودي شو بيعمل، واللوبي الإيرلندي واللوبي الترياني، بس نحن وين اللوبي تبعنا؟ شيء بحزن صراحة، ومش اللوم طبعاً مش عليكم، بس إنه في شيء dysfunctional. إنه نحن عندنا هالقد لبنانية outstanding وinfluencers وبيأثروا كتير بالعواصم برا، ما هم بيكونوا at least في ناس عم تعملهم تحت الطاولة. وقتها تجي تقولي لهم أنا اجتمعتوا مع هذا، بس لا ما اجتمعنا. بس في لازم يكون في visible أكثر. يعني أكشف يا هلا كمان في معنى بعتاد على الكل نديم حداد اللي هو is doing exactly that، عم بيجمع كل ال lobbying groups recently. أوكي طيب، نحنا بلشنا مع مسيو حسام ولح ننهيها مع مسيو حسام. So عن جد يعني أنا أول شيء بدي هنيكم على الطاقة يلي تقدم عم تعطي. مسيو حسام من العالم يلي كلياتنا بنفتخر فيهن، حط ثقته ومصرياته وتعبه كله بلبنان، كبر مشاريعه، واليوم أكيد عاش حتى يمكن يتندم على الديسيجن يلي أخده، ولكن بدل ما يتندم شايفينه اليوم معنا، بالعكس عم بيتقدم. بليز خبرنا كيف عم بتجيبوا هيدي الطاقة، كيف وشو شايف أنت يعني لحتى أنت تكون هلأ موجود بلبنان بعدك وعم تشتغل وعم بتناضل وعم بتقاوم بالكلمة وبالعمل، كيف شو شايف؟ خلينا رجعنا هيك كمان نحن الطاقة بلبنان، الأمل بلبنان. تفضل. أوكي. بس وزينة بس حسام، بس لأنه بدي أعتذر منكم أنا مضطرة لأنه بدي أروح لأنه عندي مقابلة أحكي فيها على قصة الكهرباء، فسوري أنا بدي أعتذر، يعني كان بودي أبقى معكم لأنه الجلسة بتعقد، بس سوري لأنه كيونا شوية مشان المقابلة. عدوري لوري، عدوري عرفت. Thank you. يعطيك ألف عافية. حنشحن لك بانرز هلا، في عنا لوجيستيك ليدي بنشوف مع خلاص. we'll do that. Thank you. وشكرا شكرا لهذا اللقاء يعني، وضلكم بهمتكم، وثانك يو لأنه صدونا. بعتذر مرة جديدة عن جد. Thank you. ألف عافية، موفقين يا رب. باي باي. بعتذر حسام. لا أبدا رفيقة. أوكي مساء الخير مرة تانية. أول شغلي لحتى شوي نفسر عن الـ SME sector أو الـ MSME يلي هو بشكل اليوم 90% من مجموع المؤسسات العاملة بلبنان، يلي بتوظف رسمياً أكثر من 50% من مجموع اليد العاملة. وإذا بدنا كمان شوية نحكي شوية تفاصيل، بتوظف تقريباً 80% من مجموع اليد العاملة، لأنه في عنا 30% من اليد العاملة غير مسجلة كما بنعرف هوني بلبنان، من وراء عدم إذا بدكم الإيمان بالدولة، وأصلاً الدولة ما قدرت تعطي شيء لحتى العالم تآمن فيها. فاليوم بتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أساس المجتمع اللبناني، وإذا بدكم الكور تبعه
والكور تبع شغله تبع حياته تبع تفاصيل كاملة من التركيبة الاجتماعية والاقتصادية. إذا بنطلع على النقابات يلي موجودة، سواء كان النقابات يلي لها علاقة بالقطاع الخاص أو بمؤسسات القطاع الخاص والنقابات العمالية، بنشوف قد ايه الكارثة كتير كبيرة. نقابات القطاع الخاص راكبة على مشروع وزراء ونواب، ما بعرف لأي درجة في ديمقراطية فيها. في ناس صار لهم موجودين كرؤساء نقابات إلى عشرات السنين، بنشوفهم على التلفزيونات، بنشوفهم وين ما كان. أكيد تابعين تبعية نوعا ما للاحتكارات أو للطبقة السياسية المالية الكبيرة. وبالمقابل كمان النقابات العمالية من الاتحاد العمالي العام إلى 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 النقابات، ومثلا على سبيل المثال الاتحاد العمالي العام اليوم فيه 49 اتحاد. ما بعرف هال 49 اتحاد شو عم بيعملوا أو كيف عم بيفيدوا هدول العمال، ودفنت لي ينتمون ويخضعون لهذه الطبقة السياسية. وإذا بنطلع عليهم كمان وشو عم بيعملوا بنعرف إنه يعني غاطسين غطسة كثير كبيرة بهذه الطبقة السياسية. شو عملت هالنقابات على مدى السنين سواء كان للعمال أو للمؤسسات؟ ما بعتقد شيء كتير. وهيدا الشيء يلي عم نحسه اليوم نحن من بعد هالأزمة يلي موجودين فيها، إنه ما في حماية فعلية لهذه المؤسسات وللعاملين فيها، وما في تطوير. وهيدا الشيء كتير مهم، لأنه هدف هيدي النقابات أول شيء تحمي بخطوة أولى، ولكن كمان هدفها بخطوة تانية إنها تقدر تطور العمل تبع هذا العالم، تقدر تطور القدرات، تقدر تطور العلاقة مع المجتمع كاملا. وهذا الشيء ما صار يمكن من وقت ما انتهت الحرب لليوم. يمكن قبل الحرب كان النقابات اليوم عندها دور أقوى، وبرهنت بكثير محلات إنها قدرت عطت حقوق للموظفين وعطت حقوق للشركات، وهذا اليوم نفتقده كثير كثير. هدفنا نقدر من جوات هذه النقابات إنه نقدر نبلش عملية التغيير وتقديم بديل واقعي حقيقي بيقدر يخلي هذه المؤسسات وهؤلاء العمال يقدروا عايشين وثابتين. وهذا الشيء بيتم بالأولوية من خلال الانخراط في هذه النقابات. وهون أنا يعني نحن منشجع على أنه يجب على الكل الانخراط. أنا اليوم بنتمي لنقابة أصحاب المطاعم كشغلة، مع العلم أنا في خلاف كتير كبير بيني وبين نقابة أصحاب المطاعم، وبنختلف على كتير إشياء وبنختلف على، بس أنا اليوم جزء من هذه النقابة، لأنه أنا رأيي إذا بدي غير بدي بلش غير من جوا. ما لازم بالبداية أخلق نقابات بديلة، لأنه هذه النقابات البديلة حتشرزم أكثر من ما تجمع. إذا ما قدرنا نعمل شغلنا من جوا، ساعتها نتوجه إلى النقابات البديلة. والنقابات العمالية كمان عندها دور كتير كبير. فإذا هدفنا to protect and then to develop، وهون فينا نطلع على إكزامبلات كتير كبيرة بالعالم ككل قديش النقابات قدرت تطور العمل وقدرت تطور الوجود تبع هذه المؤسسات وهؤلاء العمال والدافع عنهم وعن حقوقهم وعن 100 شغلة. وهون نحن هاي الشغلة منا موجودة عنا نهائيا للأسف. في من يعني نخضع فقط إلى هذه التركيبة السياسية، ونخضع إلى أنه هيدا إذا بدكم الشغل العفشيكة يلي بنشتغله ما بعرف كيف. وهيدا برهن in a way يعني ironically أنه قادرين هالمؤسسات اللبنانية مع العمال تبعها تقدر تضل عايشة وتقدر تضل متواجدة، رغم أنه هلأ وصلنا لمرحلة كتير صعبة وكتير الوجود صار خطر جداً. وهون في دور كمان كتير مهم للدياسبورا لتقدر تساعد على انه كيف فينا مش بس دعم، يعني ما عم نحكي عن دعم مالي، بل دعم اهم شيء كيف نقدر نطور ونتقدم. وهون بدي افتح بارانتاز صغير كمان مهم كتير، لانه اليوم نحن الفريق الاخر او جمهور الفريق الاخر كمان نحن يعني ما قدرت هذا المجتمع أو من وقت ما بلشنا 17 شيء لليوم ما قدرنا بعد نفرجيهم بديل حقيقي وبديل يقدر يطلعوا ويقولوا أنا في أمل إذا بسمع له لهذا الآخر، وأنا في أمل أظهر من هذه التركيب الحزبية أو الطائفية اللي أنا موجود فيها. وهون واجب كثير كبير علينا، وهون دورنا
كأحزاب بديلة وكمجموعات عم تجرب اليوم تخرق هيدا الستاتيو كو الموجود، أنه نحن عنا رؤية، نحن قادرين نطور المجتمع، نحن قادرين نخلق بدائل حقيقية، وهي البدائل الحقيقية فيها توصلنا إلى أنه نوصل إلى بلد أفضل وإلى مكان أفضل. والعالم بدها تسمع، يعني كلهم عم بيعانوا اليوم، كلهم عندهم ضائقة اقتصادية، كلهم عندهم مشاكل، بس أنه إذا ما في حدا عم بيحكي وعم بيفرجي على الطريق يلي ممكن نسلكه لنقدر نوصل لمحل، حيضل معلق بالتركيبة يلي هو قاعد فيها. فهون واجباتنا كلنا، سواء كان بلبنان أو برات لبنان، لحتى نتقدم. أكيد نحن عم نعاني كثير أكيد، بس مستمرين، لأنه رأينا طالما يعني هذا البلد منحبه، منحب كل شيء فيه، من آمن بالحياة فيه، من آمن أنه فينا نغير. أجت 17 سنين اليوم قدرت تلغي احتكار كان موجود، هو أنه لا ما بيتغير، بلا بيتغير، بس عنا شغل كثير نعمله، وهذا الشغل بيبدأ من أي نقابة صغيرة إلى الانتخابات النيابية الكبيرة. فهيدا إذا بدكم باختصار الأسامي شو عم بيعمل. Thank you. وعن جد منهنيكم، منهني العزم والتقدم يلي فيكم. في بعد كم سؤال كانوا موجودين على التشات، لحطهم هلأ، any one of you three would like to answer, please go ahead. في عنا أول شيء لينا عقيقي سألت are you paying for airtime؟ No, we are not لا 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 تفضل خلص لا ما زاد كبدي نفس elections كبس الزاد صحيح هلأ لا of course not بس during elections للي ما بعرفه بلبنان everything is on sale every second on TV is for sale فالتقرير بنشرة الأخبار والانترفيو إلى آخره نحن during the last week بالانتخابات بال 2018 30 minutes على TV كان حقهم $17,000 بس لا تخيل MTV LBC هيك الشيء فكل شيء مدفوع حتى أخبار الويب سايتات حتى كلهم بيتلفنوا للمرشحين بيصيروا يقولوا لهم نعمل معك كونترا اكس دولارات لنغطي لك هالقد اخبارك وكل ما تعمل تويت مننزل خبر والى اخره بس everything is for sale unfortunately وبس اوكي سو عندنا نزلي انجا بتقول I support primary elections among المجموعات الثوريه Ms. Christine Cahill, we are Lebanese diaspora. Most of our children were born outside of Lebanon and don't even speak Arabic. This is a national crisis that people overlook. How do you plan to campaign and get the vote of the majority of diaspora voters who don't speak Arabic? So, by the way, Christine is somebody who speaks Arabic, but is much more comfortable speaking in English. And she's teaching her kids, who are third generation, the love of the country. This is Christine, the love of Lebanon. And she is very active and she wants to vote and she wants to mobilize. How do you speak to her and to her, you know, environment? How are you gonna reach them? Jad, you're raising kids. I think you would be better equipped to answer than I am. So, hi, Christine. Thank you for your message. So, we, you know, in every communication plan, and especially in around elections, you need to segment the audience and then try to address them and try to mobilize them. The key we've learned over time, since the times, so I organized many elections, including Beirut Medinati and two parliamentary elections. The younger generations that are more abroad, they connect more on social media. So social media is very important. The short videos in English and specifically by people they connect with. So having artists, influencers, people who identify
with the community would be very important to communicate that. You would definitely need a very good program, and but not a 30-page program, like 10 points, very clear. What are you going to do in the next 4 years when you get to be in parliament or when you get to be in the municipality of your area? And this is not something that people have in their minds in an obvious way. You know, people need training on how to communicate in a political manner, and there are experts who can do that. There are trained people who can do that, and you can miss out a lot if we don't reach out to the right audience and the right messaging. And the best thing stays among the Lebanese is the networking effect, the fact that you can organize, and hopefully after, if COVID is maybe hopefully done by September, the best way to communicate with people is to get, you know, ambassadors for the list, or hopefully a unified list for all the opposition. And these representatives, these goodwill ambassadors, go and meet people around different areas around the world for voting, for registration, and all of that. But this doesn't start in a year. This starts tonight. You know, if people are motivated about elections, you know, you should get organized. You should start thinking where you want to put your energy. What is the best thing you want to support? We're trying in all the different conditions to do something, but we can't, like, we can't do it alone. Definitely, we may have maybe 10 candidates at most. We have some focus areas, and that's it. I mean, everyone needs to work on trying always to get a change. But I'm sure that things will change, because the last poll that was done over a year by a regional institution in Qatar, 60% of the Lebanese were with the demands of the opposition, of the uprising. This is a huge number. And we have been seeing systematically in all elections in municipal, not only in Beirut, outside Beirut, in the Bar Association, they refused to hold the elections of the engineers, a syndicate of engineers, because there was a risk that something will change also. In the university elections, you have a systematic block of 30 to 40% of votes going to independents. If you manage to get this in parliament and you get 20, 30 parliamentarians, if you manage to get at least 4 or 5 big municipalities, then you have something very interesting happen. But let's focus there. I mean, the problem is we still meet some people saying we want to bring down the regime and change the secular to state, and we want to do all of this fancy stuff, or we want to talk with the French or the Iranians or the Americans to get the army, and it doesn't work. Okay. So, yeah. I had Mr. Nasib Al-Eid sending me a private message. Mr. Nasib, بتحب اقرأ الكومنت تاعك على صوت عالي؟ Please خبرنا على الشات. وإلا مش لح اقرأ لأنه بيخد أنا الابروفل first. بعدين ما في مشكلة. لا it's okay. فمسيو نسيب بيقول سؤال وأنا دايما بحب أسأله. ليش الثوار ما ببلشوا يشتغلوا بشكل آخر؟ يعني ينفتحوا على الأقل سوءاً وخطراً لا يقدروا يشيلوا الأكثر سوءاً وخطراً. يعني ليه ما بتبلشوا تفرقوا بين الصغائر والكبائر وساعتها ما بتكونوا لحالكم بالساحة؟ البراغماتية ضرورية بالعمل السياسي، اقتراح بمحبة. حداً بحب يعلق؟ أنا أو مارك، بما أنه بيقربني نسيب فيني أعلق؟ يلا حسام تفضل. من العائلة. نحن في شغلة كتير مهمة صارت بعد يعني 17-20 سبتتها، وهي أنه ما فينا نقسم القصص ونحط نحكي يعني منحارب سلاح وما منحارب الفساد أو الطائفية. 17-20 ثبتت أنه هدول الثلاثة متشابكين مع بعضهم ويجب التوجه إلى محاربتهم مع بعضهم، وعلى أساسه
في عديد من الأحزاب يلي بعدها موجودة هي اليوم بالمنظومة، وإذا بدنا الستة يلي في منهم يمكن بيأمنوا بالسيادة أكثر من أحزاب تانية. أنا في إكزامب دائما بعطيه، نبيه بري بيحب يعمل سياحة، ما هو اللي ضرب قطاع السياحة بلبنان؟ يعني بيروح على سردينيا، ووليد جنبلاط كمان بيحب يروح على طوكيو على كل شيء. في حزب الله هو اللي ضرب السياحة، بس أنا اليوم ما عم بحكي بس عن قطاع سياحي، عم نحكي على كل شيء. هذه الدولة يلي انضربت من جوا، وإضافة إلى السلاح يلي ضرب كمان سيادة الدولة والدولة بحد ذاتها. فيجب محاربة ثلاثة مع بعض بتوازن وتكامل. أكيد اليوم في خطوات لازم تتخذ، وفي آلية عمل معينة إلا علاقة نوعا ما بشو عم بيصير فعليا على الأرض، والأحداث يلي عم تتراكب قدامنا وشو عم بيصير. وعلى هيدا الأساس عم تأخذ بعين الاعتبار كيفية المجابهة. بس اليوم ما فينا نقول إنه خليني شوف بركي وليد جنبلاط بجرب اشتغل أنا وياه اليوم، أو بركي حدا تاني حتى بمجموعات، حتى بالمجموعات يعني إنه لا عم يطلعوا على الشغل مختلف في هالشغل. لا، يجب أن نكون حاسمين. 17 تشرين عطتنا هذا الحسم، ونحن كافيين بهذا الموضوع. بعتقد إذا جاوبته لنسيب. Perfect. Thank you so very much. هقرأ بعد few comments وبعدين مننهي بآخر سؤال. So في عنا comment من نانسي بتقول إذا ما في بديل مقنع، مش مفروض اللبناني يرجع لخياره الأول يلي وصل البلد للانهيار؟ أي جديد أفضل من الطبقة العفنة؟ And then دانيا تيان بتقول A campaign will cost around 1 million US costed around 1 million US dollars in 2018. Some candidates accepted donations. Will you do the same? Will you accept donations? Yes, we will accept donations from individuals, definitely. Okay, perfect. Now, آخر سؤال، لأنه آخر واحد بدنا إياه live. Okay, so آخر سؤال حيكون من حسين عبد الله. حسين، تفضل معنا live. ثلاث تسأل، please. Thank you, Zainab. Hi, Mark. كيفك؟ سؤال بلكي لألك أو لجاد. بعتقد أنتو جاوبتوا already part من السؤال وبطريقة كتير positive لما حكيتوا عن محاولة أو جهد لتوحيد المعارضة، أنه ما يكون في هذا التشرزم يلي شفناه partly بال 2018، حتى شفناه على مستوى الثورة بعد 17 تشرين، لأنه نعرف أنه سياسة أحزاب السلطة بشكل أساسي هي أنها تفرق، وبس تفرق تربح بسهولة. يعني حتى لو كان مشروع السياسي متهالك، بعتقد هلأ وصلنا لمرحلة unfortunately بالانهيار الاقتصادي ساعد أنه نحط أمل على أنه الناس تفقد الأمل من السلطة السياسية، أنه هن كانوا دائماً عايشين على فكرة أنه هن قادرين يقدموا لهم شيء. فهلأ هذا الانهيار بعتقد بدد هذا الوهم بشكل كتير كبير. وأنتوا حكيتوا بأمور تاكتيكال كتير مهمة بنيتوها على خبرتكم بالانتخابات، إن كان على مستوى الانتخابات الطلابية أو البلدية أو النيابية، وهذا شيء كتير منيح. وهولي كلهم تاكتيكال تشالنجز يلي you guys and I think you are يعني you are in a good position to deal with these challenges بناء على خبرتكم. السؤال هو الاستراتيجيك اوتكم من اي انتخابات هو الأكترية النيابية، يعني هيدا الاوتكم اللي بيأثر بالاخر. فهل هيدا الشيء حاطينه انتم ببالكم؟ بمعنى مش انه انتم او المجموعة اللي انتم منها او مجموعات غير ضمن الثورة تكون هي الأكترية، بس في بالاستراتيجي تبعكم طريقة لكسر الأكترية الحالية، يعني وهذا الشيء له علاقة بالتفاهمات يلي حكيتوا عنها بريفلي. لأنه إذا كان هدف الانتخابات إنه ينعمل كتلة من 10 نواب أو 15 نائب بوضع منيح من الناس المستقلين النضاف يلي بينتموا لفكر 17 تشرين، هذا شيء جريت، وأكيد ما في حدا من ما في حدا رح يكون ضده. ولكن السؤال،
هل ما لازم يكون كمان بالاستراتيجي طريقة لكسر الأكترية؟ يعني عم تفكروا أنتوا بهذا الموضوع؟ سوري سؤال كتير طويل. Thank you. مارك. نجاوب سريعا. زاد. شكرا على السؤال. هو لازم نفكر جوابا على سؤالك بطريقة سريعة إنه الحكم بلبنان منه بمجلس نواب أو مش بس مجلس نواب، يعني هو النواب بيلعبوا دور البلدية، بيلعبوا دور المحافظة، البلديات عندهم دور أساسي، الوزراء عندهم دور، بس هو الحكم بإيدين زعمة الستة، يعني اللي هن كل واحد موزعين ترابيش بدك، أنت معك سلاح، أنت معك المصاري، أنت معك مخدر، يعني مقسمين حال. كسر هذا الشيء صعب عبر لعبة بس ديمقراطية. بنظر يعني حزب مثلنا حزب تقدمي، ومش لطش الحزب التقدمي الاشتراكي، هن سرقوا التقدمية، احتكروها. أي شيء بروغريسيف تقدمي بده يفكر بنظام جديد للحكم. سوري قطعت عندي الكهرباء بعتقد. وين لوري؟ الكهرباء مثلا للناس. So, okay, just this. So, الفكرة إذا بدك أنا باختصار التقدم بلبنان حكماً لازم يمرق عبر لامركزية، مش بالنظرة الفيدرالية الرايحة، بس بلامركزية فعلية، لأنه فيها واجس ما حنقدر نحلها. البلد هالقد تعددي لازم يصير لامركزي. هل ممكن بعدين تعمل مجالس نيابية على مستوى محافظات؟ ليش لا؟ يعني خلي واحد هلأ فرصة بانهيار أنك ترجع تفكر بي نظام تمثيل جديد. يعني بس اي معركه نيابيه بالقانون الحالي ما بعتقد حتعمل اكتريه لقوى معارضه بلا ما تفوت باصطفافات ترجع 8 و14 اداء للاسف. وهذا نحن اللي عم نحاول جهدنا انه ما نوقع فيه. للاسف مجموعات تانية مستقله عم توقع بهالخطر الكبير انها تتنازل عن شيء فجاه تنسمع على كتلتين المقسومين الكبار بلبنان. So short term بدنا على القليل نوحد أو نساهم بلوائح موحدة قد ما فينا بلا ما نساوي مع مبادئ. وأول مبدأ يعني حكي مارك عن تبرعات، نحن أحد أسباب فشل تحالفات بالجبل بـ2018 هو عدم رغبة لاعبين أساسيين بالإفصاح عن مصادر التبرعات تبعهم، بينما نحن كنا عم نقبل تبرعات بس بشروط محددة، ما أكثر من 10% من البادجت، بأماونتس محددين كمان، بس في غيرنا كان عم بتشتي مصاري عليه وما بنعرف منين جايين. هل أنا بدي أجيب بدل الفاسد المالي فاسد مالي تاني؟ هل أنا بدي أجيب بدل الفاشل مسلح فاشل مسلح تاني؟ أكيد لا. مش إنه شو ما كان حنقبل كمان، فض الفراغ على نقبل بشي هالقد. بس نفس الوقت بده الواحد يفكر بابتكارات أكثر من هيك. هلأ هل بعدين داون ذا لاين بيصير في حوار فعلي بين المستقلين وقوى سلطة محددة تفوت بصلب الصراع؟ خلينا أول شيء نحجز محل على الطاولة. إذا أنت منك على الطاولة، يعني ماكرون وقت إجا قاعد مع ممثلين الأحزاب، قاعد مع ممثلين الزعماء والأحزاب، وقاعد بعدين مع المعارضة، طلعوا بعدين عم بيحكوا على بعضهم تبعوا الثورة إنه ليش أنت عزمك وليش ما أنت عزمك ومدري شو. طلعوا هوليك الستة موحدين أكتر، والثورة هو تبعول الثورة نزلين بعضهم وعلى السوشيال ميديا وغير. مش مقبول هيك. يعني يا بدك تنظم سياسيا ويصير عندك محل على الطاولة، يا بدك تضلك هيك يعني هالحركات الولدنة للأسف. يعني نحن إذا بدك عبالنا إنه نشوف تنظيمات سياسية جدية نختلف معها بتختلف معنا، بس بنافس الديمقراطية على برامج على مبادئ وعلى استحواذ على أفكار الناس، بلا فاشية وبلا صلبطة وبلا فساد وبلا مصاري كب مصاري هيك. يعني شكرا. Okay, thank you so very much. عم بضحك إنه أنا لازم أقول شيء. أول شيء لأنه حسين is a very good friend وإنه زمان ما التقينا، وحسين is old guard يعني من الناس لما بلشنا نشتغل سياسة 25 years ago هو كان معنا و he won elections فهي knows what he's talking about. فهيك بس على السريع يعني مش أكتر من هيك. فهيك بس هاي حسين I think جاد already جواب.
Thank you. Thank you so very much. وهلا رح ننهي الحلقة. نتشكر جميع اللي حضروا ونتشكر حزب تقدم. ونحن كدياسبرا بنحب نذكركم انه مثل ما انتم عم بتحطوا هالقد افورت ومؤمنين بلبنان، نحن من برات لبنان بعد كل يلي صار نحن ما بحبنا كنا عم نتدخل. نحن سوري ما كنا مؤمنين فيكم من قبل، ما كنا عم نتدخل لترلي، طلعنا من لبنان وقالينا عم نتفرج امتى انتم حتحلوها. هالمره نحن جزء من الحل، هالمره كلياتنا متضامنين، ولكن منطلب منكم ومنشد على ايدكم. نحن we are very pragmatic، كلياتنا منشتغل ما عنا كتير وقت نضيعه، ليستا وحده، نحن عنا صوت نعطي. اوكي thank you very much. تقدم اول شيء حطيته وديو على عائلتي، I'm sorry، هي تقدم تقدم lb.org للي بحب يعرف معلومات اكثر. thank you very much everybody. thank you. Good night. Great, great, Zena. Very nice. Shukran lil jamia.